نبدأ الاجتماع على بركة الله. هذا هو الاجتماع التنسيق الثاني للتعامل مع أزمة الزلزال وآثار الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا منذ قرابة أسبوعين. الحمد لله والحمد لله على كل حال، وكلنا زرنا الأماكن المصابة إما في الداخل السوري أو في تركيا. تقريبا عرفنا مدى أثار هذه أثر هذا الزلزال على الأهالي في الداخل السوري وفي تركيا. في تركيا إن شاء الله. في أخ اسمه مصطفى معاد معكم، فنبدأ باللي هو أول نقطة في الاجتماع عندنا، اللي هي محضر الاجتماع أو منجزات الاجتماع السابق إن شاء الله. أخت جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا. نبدأ بترحم على الشهداء في سوريا وتركيا على صعيد يعني الشعب السوري والشعب التركي سواء. الحقيقة وسط كل أعمالنا اليومية واجتماعاتنا وبرامجنا ومشاريعنا، يعني كل الشكر للمنتدى الإنساني اللي عمال يخطفنا ويسرقنا وسط زخم العمل وغرفنا الساخنة إلى أن نرجع على طاولة الهدوء ونرجع نعمل مراجعة لكل شيء عمال نشتغله على مستوى الاستجابة لهذه الكارثة. الاجتماع السابق واللي كان ب 18 فبراير 2023 كانت البداية في الحديث عن ما ألحقه الزلزال من أضرار في جنوب تركيا وشمال سوريا. كان بهذاك الوقت قد وصل عدد الضحايا إلى 40,000، طبعا الآن الأعداد هي أكبر. أيضا تمت يعني ذكر المبادرات التي نشأت في الميدان على مستوى الولايات الجنوبية وأيضا في الشمال السوري. ثم يعني دعوني أذكر ما تم على شكل نقاط حتى أسهل لكل الحاضرين اللي ما كانوا معنا بالفترة الماضية، يعني يكون في عندهم بريف تلخيص عما جرى. ما الذي دمره الزلزال عبر الأبنية والخسائر في الأرواح ما عدا عدد الشهداء؟ خلينا نشوف شو الأثار السلبية لهذا الزلزال. نبدأ بقضية التعايش النسبي ما بين الأتراك والسوريين والشبكات الاجتماعية التي بدأت في التطور والاستقرار نوعا ما خلال السنوات العشر الماضية. الآن بدأنا نشهد أشكال مختلفة من العنصرية تجاه السوريين، وهنا أنا أتكلم عن تركيا. ذكر كثير من الأخوة اللي كانوا حاضرين بالفترة الماضية القصص حول زيادة المعاناة يعني المتضررين من الزلازل، هي القضايا العنصرية التي رافقت حقيقة محاولة نزوحهم وهروبهم من الزلزال. أيضا نحن الآن ماضين في أكثر من 70,000 أسرة ستعاني، خاصة في ولاية هاتاي، أو هي عانت الآن، أو هي حقيقة من أهم الآثار في الزلزال هي قضية تدمير المنظومة الاقتصادية لهذه الأسر. الآلاف من المحلات هدمت والآلاف من المنازل هدمت. بعض أو الكثير من هؤلاء اللاجئين هم مالكين لشقق ومالكين لمكاتب ومالكين لشركات في هذه الولايات الجنوبية، كلها دمرت بالكامل. الناس حقيقة خرجت بملابسها، بالتالي هي فقدت كل ممتلكاتها بهذا الزلزال. أيضا هناك العشرات المراكز والخدمات المتخصصة للاجئين المقيمين عبر نظام الحماية المؤقتة، مستوصفات ومراكز دعم نفسي وغيرها، كلها دمرت بالكامل. أيضا خلق الزلزال تحدي أمام أكثر من 60,000 أسرة لإيجاد مسكن للإيجار في أماكن في الأماكن التي نزحت إليها، وهنا أخص بالذكر تركيا. يوميا حقيقة تردنا مئات الاتصالات من أشخاص من قيصري وأكساراي وأضنا وإسطنبول كلها وبورصة، كلها تحاول الحصول على مكان إيواء مؤقت. حقيقة لم يبقى مركز تعليمي ولا قاعة عامة ولا روضة
ولا أي منشأة يعني يديرها السوريين إلا فرغت، وهي الآن مكتظة بالأسر خاصة النساء والأطفال. كان هدف الاجتماع بالورش السابق أو اللقاء السابق أن نقيم ونثبت مبدأ المناصرة، وجعلنا هي هدف أساسي ومهمة أساسية في هذه المرحلة حتى نناصر لقضايانا الإنسانية كجزء من منهج عملنا. لم تعد المناصرة هي رفاهية، وإنما يجب أن تكون جزء من برامجنا، لأنه من الواضح بسبب تسييس العمل الإنساني صار هناك حاجة إلى أن نفكر بطريقة مختلفة وننطلق بطريقة مختلفة. أيضا أن نجعل التواصل والتكامل وبناء الشراكات قاعدة أساسية لاستمرار عملنا. فهذا الحجم من الكارثة وهذا الحجم من المأساة بالتالي هو بالتأكيد لن تتمكن منه مؤسسة واحدة أو سنتين. نحن بحاجة لكل المؤسسات، لكل من يستطيع أن يخدم وأن يقدم المساعدة. أيضا أن نعيد مرحلة البدء في الإنعاش المبكر والتعافي، وهذا من خلال تغيير نهج وسياسة الأمم المتحدة في هذا المجال. أيضا بات لزاما على كل جمعياتنا أن يكون لها ميزانيات مخصصة للبحوث والدراسات حتى تكون كل برامجنا ومشاريعنا ونهجنا وفق أبحاث علمية يمكن أن يعني نعتمد عليها في قضية إقناع الحكومات لتغيير سياساتها. أيضا هناك حاجة لوضع سياسة لدعم وتقوية المجتمعات المحلية، والتي هي كانت مخرجا من مخرجات القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول 2016. لا بد أن نناصر لمشاريع تمويل طويلة الأمد، وهنا نتكلم عن long term funding ببيروقراطية قليلة من قبل المانحين، بحيث يصير في عنا شيء اسمه fast track funding. أيضا من الضرورة زيادة الأوفرهيد والعناية الواجبة لكوادر المؤسسات المحلية. كلاتنا بنعرف أنه معظم الكوادر في المؤسسات التي تستجيب الآن للزلزال في الولايات الجنوبية وفي الشمال السوري تضررت بشدة حقيقة، وكثير من هؤلاء الكوادر هم باتوا نازحين وبحاجة للمساعدة. أخونا أستاذ علاء الدين زيات كان لديه مسودة مقترحات هامة جدا نذكرها باختصار. بيّنت الاستجابة، ذكر منها يعني سأذكر على شكل نقاط. واحد، بيّنت الاستجابة الأممية عيوبا صريحة في هيكلية وبناء المنظومة الدولية بمؤسساتها المختلفة، وكل التبريرات وكل الاعتذارات التي قدمها وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن كلها تقتضي ضرورة فتح تحقيق دوري حول أسباب التباطؤ الغير مبرر. أيضا نؤكد اليوم على المطالبة بجهد مضاعف للتعويض عن التقصير الذي أنتجته ولا تزال الأرواح التي زهقت بسبب هذا التقصير، والتي كان يمكن الاستجابة سريعة أن تنقذ كثير من الأرواح. ولا بد أن تكون هذه الاستجابة بعيدا عن البيروقراطية وأيضا التسييس. من جهة أخرى عرج أخونا علاء الدين زيات على أهمية الاستجابة المحلية رغم محدودية الإمكانيات، لكن كان هناك خبرة وتضامن حقيقة صاحبت هذه الاستجابة، وعرج على مبدأ من مبادئ السفير حيث قال بأحد المبادئ يقول: نلتزم ببذل كل جهد ممكن لضمان حصول متضرري الكوارث أو النزاعات على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للحياة بكرامة وأمن. هذه العبارة هي مأخوذة من دليل السفير. فهنا يأتي السؤال عن مدى التزام هيئات الأمم المتحدة بتلك المبادئ، مع عشر إشارة من إشارات تعجب. الدور المجتمعي وتجاوز الانقسامات بين السوريين، يقول: نحن بأمس الحاجة الآن للتضامن في مواجهة هذا الزلزال وأثاره المباشرة وغير المباشرة عبر المشترك، ووضع أولويات وخيارات للتدخل ولتخفيف الأضرار. أيضا ذكر أخونا على أهمية ربط التدخلات الإنسانية مع تفكيك مقومات النزاع لضمان تجاوز عميق لآثار الكارثة. أيضا التضامن الدولي الفعال يتطلب دورا مختلفا من الأمم المتحدة والقوى الدولية في المساعدات الإنسانية، لا تكفي دون مساحة آمنة للعمل ووصول عادل للجميع وكسر القيود التي تفرضها القوى السياسية والعسكرية.
إن التدخل الدولي حاسم في تجاوز الكارثة على أن يعطي للمجتمع السوري مساحة للمبادرة والتركيز على الالتزام بتدخلات مستندة لحقوق الإنسان وحريات السوريين. يقول ما يزال قرار مجلس الأمن 21-39-20-14 حول إدخال المساعدات الإنسانية في سوريا ناظما للتدخلات وهو سابقة في تاريخ الأمم المتحدة. وقد قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في جلسة التصويت لم يكن اتخاذ هذا القرار أمرا ضروريا، فالمساعدة الإنسانية ليست محل تفاوض بل هي أمر يتيحه القانون الدولي. يجب عزل الأهداف السياسية عن التدخلات الإنسانية وفتح القوى المصرة على العبقرية ذلك. عندما يتضح أن الاستجابة الإنسانية سوف تستمر لأكثر من عدة أشهر فيجب الوضع بعين الاعتبار طرق مختلفة لتلبية هذه الاحتياجات بناء على كل ما سبق. في حال الإصرار على الإبقاء على القرار المشار إليه كناظم لدخول المساعدات عبر الحدود، فالحالة الاستثنائية ترقى لفتح مختلف المعابر دون شروط وإبقائها متاحة لفترة لا تقل عن 3 سنوات لتأمين فرص دعم الحياة بكرامة وتخفيف الكارثة. يقول لا يزال الجهد المحلي هو العنصر الأبرز في استجابة السوريين، وهذا كلاتنا طبعا لمحنا عبر الشاشات وعبر وصول الكثير من فرق الوكوادر السوريين إلى الداخل السوري. بروكسل القادم لابد من رؤية أوسع للاستجابة بشقيها الطارقة والعميقة. هنا يدعو أخونا علاء إلى تعديل في أجندة عمل مؤتمر بروكسل. ويقول أخيرا إن ما بعد 6 شباط يجب أن يدفع لمنهجيات أعمق في العمل الإنساني. الدكتور حسان الجنيدي وضع مجموعة من الأسئلة أثارها وهي في غاية الأهمية، منها مفاهيم ومهيمة العمل الإنساني الإغاثي، ما أهمية التنسيق والتواصل والتشبيك بين المؤسسات والجمعيات، ماذا يمكن للإعلام أن يلعب دور بحالة الكوارث، هل يمكن أن نخطط لإعادة الإعمار منذ الأيام الأولى للكارثة، وما أهمية أن تترافق برامج الدعم والصحة النفسية كأحدى أدوات المساعدة والمساندة للأهالي المتضررين. أخيرا كيف نضع الأمم المتحدة وكالتها الأممية أمام مسؤولياتها بالتقصير الذي حصل بالاستجابة بالمقارنة بين سوريا وتركيا. أخيرا مروى عيسى من تكافل الشام وضعت مجموعة من المقترحات بعنوان أو تحت عنوان إنشاء صندوق لدعم جهود إعادة الإعمار، فتقول هذه الخطوة تحتاج بداية إلى تحديد المانحين المحتملين، وضع خطة لجمع التبرعات وبناء الشراكات، أمر في غاية الأهمية لحشد الدعم للصندوق وإطلاق حملة هي وسيلة فعالة لحشد التأييد وتوفير تحديثات منتظمة للجهات المانحة، أمرا ضروريا للحفاظ على دعمهم. الاعتراف في المانحين هو أمر بغاية الأهمية في بناء علاقات طويلة الأمد. هذا كان مختصر عن ما جرى في اللقاء السابق، والمايك عندك دكتور هاني. الشباب اللي على زوم الصوت واضح عندكم إن شاء الله؟ سن أخت زمانة يعني صوتها نسائي، يعني بزي حالات نحن صوتنا رجالي. أجزاك الله خيرا يا أخت جمانة على التقديم. إحنا هنعرض عرض بسيط عن حجم الدمار والإنجازات أو الأشياء اللي فعلت من خلال الجانب التركي أو خلال الداخل السوري. بس أخونا في الداخل السوري لغاية دلوقتي مش عنده نت، فحب يحاول يتصل بينا إن شاء الله. معنا أخويا دكتور محمد نجم هيتكلم عن الجانب التركي. دكتور هاني اسمح لي بس نقطة منهجية مشان المجلس. فضل. أحضر اجتماع المرضى، اسمح لي بنص دقيقة. تفضل الدكتور عثمان مقبول. تفضل. الجدول يعني المحضر اجتماع حتى احنا نستفيد منه للمرات القادمة بشكل واضح المعالم. يعني من يكتب الآن الاجتماع نريد أن نخرج بمجموعة مقترحات واضحة المعاني. يعني إحنا مع احترامي لمقدر الاجتماع الماضي هو يعني مفروض يكون جمع مع بعض ب5-6-7 مقترحات بشكل واضح المعاني. فأقترح من يكتب فقط جدول الأعمال بعد أن يكتب مداخلات الحاضرين
يعني نخرج بخلاصة، لأنه المحضر الاجتماع ما في داعي أنه نذكر كل واحد وماذا اقترح وماذا قال. فلو بدأنا بهذا ممكن نخلص بخلاصة في هذا المحضر، في هذا الاجتماع، على الأقل وضحت المعالم للمستقبل. شكرا وشكرا لكم، جزاكم الله خير. وده أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمجهود اللي مبذول من أجل هذا الاجتماع وحاليا، وشكرا للزملاء اللي حضروا المعلومات اللي موجودة في الأوراق اللي قدامي حاليا. راح نشارككم المعلومات التي جمعت حول الواقع في تركيا بعد الأزمة. في 6 شباط كان 7.7 هزة أرضية بقوة 7.7 ضربت الجنوب التركي والشمال السورية، تبعت بعد 9 ساعات بهزة أخرى ب 7.6 بنفس القطر اللي موجود 95 كيلومتر. هذا أدى إلى تحريك القشرة المتمركز عليها تركيا بمعدل 3 أمتار بشكل كامل للأراضي اللي موجودة، لغاية 17 شباط كان في 4734 هزة تم تسجيلها، الأعلى ما بينها كان 6.6 درجة مغناطيسية. هذول الهزات أثرت في 500 كيلومتر مربع بشكل مباشر، وأثرت في 1000 كيلومتر مربع بشكل أقل من اللي موجود. عذرًا أنا قامت ترجم من الإنجليزي للعربي بشكل مباشر. تركيا أعلنت الدرجة الرابعة للحالة الطوارئ، وهذا اللي يستدعي تدخل أو يسمح بتدخل قوى الطوارئ الخارجية واستقبال الدولة للمساعدات الخارجية. بنفس الوقت أعلنت منظمة الصحة العالمية المعيار الثالث للطوارئ بنفس الطريقة لاستدعاء كل القوى اللي موجودة خارج البلاد للمساعدة في عملية الاستجابة، وأيضا هي اعتبرته لما تحطه بالدرجة الثالثة هي اعتبرته أزمة طويلة الأمد اللي راح تكون. المدارس أغلقت لغاية 20 فبراير، استمرار كان للإجازة اللي موجودة، والجامعات تحولت إلى التعليم عن بعد. هلا خمس مع الصوت أحسن هلا. الو هلا الو والان ممكن يكون ميكروفون فيه شيء. طب خلونا نقرب على الكمبيوتر اذا يكون موجود فيه. تمام تمام. مش الحال حاليا قام تسمع الصوت؟ افضل الصوت الان. هلو انا والتابع الان بعله عشان يكون افضل. تمام شكرا. اسمح لي بس لحظه. خلص مش الحال الآن، صار الصوت أفضل. آه ممتاز. كان تأثير الزلزال على 11 محافظة موجودة في تركيا وعلى 20 مليون شخص. هذه المحافظات الضم 15,636,000 تركي، من بيناتهم 1,738,000 لاجئ سوري، بالإضافة إلى المجموعات المهاجرة من أفغانستان ومن تركمانستان ومن العراق ومن عدد من الدول العربية الأخرى اللي موجودين في تركيا. في 17 شباط كان عدد الوفيات 39,662، بالإضافة ل 108,068 من الناس التي
تم مصابين. 14,000 شخص تلقوا العلاج في المستشفيات الحكومية، و 207,305 تم عملية إجلائهم بواسطة القوى الحكومية. تم نقل هذول الناس لمحافظات أخرى، وحاليا هم مساكنين إما بالفنادق أو في التجمعات اللي تابعة للأبنية الحكومية أو المنشآت الرياضية وكل المنشآت الاجتماعية اللي قابلة أن تكون مناطق للسكن. لكن هناك أعداد كبرى أكبر كان هي أخلت بواسطة بالمجهود الذاتي وليس في المجهود الحكومي، وهذا يظهر ازدياد الطلب على الاحتياجات اللي تكون موجودة. من جهة أخرى قام نشوف أنه 155,000 عيلة و379 عيلة تم إسكانها في نفس المناطق اللي حدث فيها الزلزال بواسطة مخيمات. وفق الريبورت اللي أجا من وزارة البيئة والتنمية العمرانية في 18 فبراير، قام يتحدث عن 684,000 بناء تم عملية التقييم لهم، وجد أنه في منهم 90,000 بناء و609 اتدمرت أو تأذت بشكل كبير. ومن خلال البيان اللي صدر عن القصر الرئاسي اللي هو يتحدث على أنه من بداية مارش راح تبلش عمليات الإعمار في المناطق المتضررة بإزالة الردم الخاص بالمباني المدمرة، راح يكون الخطة لعملية البناء لا تتجاوز العام، راح تكون في عملية منع لتصدير المواد اللي خاصة في الكونتينرات أو البيوت المسبقة الصنع أو المواد المسبقة الصنع إلى حين الانتهاء من عملية امتصاص الحاجة الذاتية، راح يكون في دعم حكومي مباشر لعملية الإيجار للمتضررين من الزلزال، بالإضافة لهذا الشيء راح يكون في دعم نقدي في حالة الطوارئ يصل ل100,000 ليرة تركية للمتضررين من الزلزال للمواطنين الأتراك. هذا التكرار حاطين تمام emergency cash assistant up to 100,000 Turkish lira will be provided. أقصحت فهذا مش الشخص الواحد، أعتقد هاي كانت للمنشآت. فبدي أشكر اللي جهزوا التقرير، شكرا جزيلا. أخت هلال وتفضل. أخت تركيا مطرامة. شكرا دكتور محمد نجم على تقرير اللي هو ما كتب. والآن ننتقل للأخ مصطفى معاد من الداخل السوري من إدلب عشان يدينا وضع يعني عن الإحصائيات والحاجات في الداخل السوري. مصطفى معاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا شباب؟ تفضل تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. صوتك واضح تمام. صوتك واضح صوت تفضل. الله يعطيكم العافية جميعا ويبارك جهودكم يا رب. راح احكي على اعجاز ان شاء الله عن اهم الاحصائيات وعن الوضع الراهن او النتائج المترتبة عن الزلزال في شمال سوريا. طبعا توزعت المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا في شمال غرب سوريا تحديدا الى 9 مناطق رئيسية في 137 مدينة وقرية في شمال غرب سوريا. كان عدد المتضررين من الزلزال بشكل مباشر 854,000 نسمة، يعني ما يعادل 19% من السكان الموجودين في شمال غرب سوريا. وصل عدد النازحين في شمال غرب سوريا إلى 172,000 نسمة، طبعا في حصيلة غير نهائية لأنه لازال في بعض البيوت متصدية وممكن أي هزة ارتدادية أنها تسبب كارثة جديدة، فبيصير عندنا دائما نزوح جديد. كان الضحايا بلغ عدد الضحايا حوالي 4,452 قتيل، طبعا في حصيلة غير نهائية، وبلغ عدد الإصابات حوالي 12,400 إصابة. يقدر عدد العارفين تحت الأنقاض حاليا ب 597 ضحية حتى تاريخ اليوم. النازحين اللي موجودين في مراكز الإيواء، بلغ عدد النازحين حوالي 57,000 نازح، 36,000 منهم موجود في مراكز إيواء مستحدثة من خيام. تقريبا هذا العدد بيعادل حوالي 7,122 عائلة موزعين على 172 مركز إيواء. 21,000 نازح من هدول النازحين اللي 57,000 عددهم موجودين ب 256 مبنى. دكتور الأضرار اللي صارت في المباني
عندنا في شمال غرب سوريا حوالي 1790 مبنى تدمر تدميرا كليا، طبعا المبنى ممكن يضم منزل او اكثر. عندنا 7940 مبنى تتضرر بحيث لم يعد صالح للسكن. عندنا 3484 منزل قايد السقوط. وايضا في عندنا 9637 منزل ظهرت عليها تصدعات مختلفه. عدد المدارس في المدن المنكوبه كان 53 مدرسه. وكانت هاي المدارس بتضم اكثر من 28489 طالب وطالبه، وكان فيها حوالي 1055 مدرس. في الفصل الثاني لانه غالبا انه راح يكونوا نازحين او راح تكون المدارس متضرره. عدد ضحايا السوريين اللي ماتوا في تركيا وتم نقلهم الى سوريا عبر باب معبر باب الهواء الحدودي كان حوالي 1505 ضحايا حتى تاريخ 16 شباط. خلال الكارثه اللي صارت لم يدخل اي اليه انقاذ واحده او اي مؤسسات خاصه لفرق الانقاذ في شمال غرب سوريا خلال مرحله البحث عن الناجين وانتشار العارفين تحت الانقاض. هذا الشيء تسبب بزياده عدد الوفيات. طبعا بعد مرور 4 ايام على وقوع الزلزال المدمر دخلت الى مناطق شمال سوريا الى مناطق شمال غرب سوريا حوالي 14 شاحنه اممي، لكن هاي الشاحنات ما كانت في سياق الاستجابه للكارثه، كانت عباره يعني عن مقرره الدخول ضمن الحزم الاعتيادي للمساعدات الامميه. عمليات البحث والانقاذ اللي كانت في شمال غرب سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني طبعا بامكانياتها المحدوده والمتاحه بمشاركه من الاهالي والمنظمات المحليه، وما فات لشمال غرب سوريا الا بعض الشباب المصريين اللي كانوا متطوعين مع منظمه الايهاء التركي وفريق اسباني مؤلف من 3 اشخاص طبعا بدون معدات او اي اليات ثقيله تساهم في عمليه انتشاء او انقاذ الضحايا. كانت الاستجابه للكارثه استجابه محليه سريعه طبعا بجهود المجتمع المحلي والمنظمات المحليه اللي استعملت احتياطاتها واستدعت مستودعاتها وفرغت الى المستودعات، لكن كانت اساسا الموارد محدوده وكانت يعني الموارد على وشك انه تنتهي. الكارثه اللي صارت ادعى للمجتمع السوري في الداخل وفي الشتات ودعى ايضا اهل الخير والاشخاص الانسانيين في مختلف انحاء العالم، وصارت فزعه حقيقيه تقريبا يعني في شمال غرب سوريا. هاي الفزعه يعني ساهمت في تخفيف حجم الكارثه. عموما من بعد 4 ايام من وقوع الزلزال حتى تاريخ 16 شباط بلغ عدد شاحنات الامميه اللي فاتت الى شمال غرب سوريا حوالي 128 شاحنه، بالاضافه الى 11 شاحنه دخلت عبر معبر باب السلامي الحدودي. طبعا معبر باب السلامي اغلق في وجه المساعدات الانسانيه بقرار اممي عام 2020. يقدر عدد الشاحنات المحمله بالمساعدات الانسانيه من الجهات المحليه والدوليه اللي دخلت مناطق شمال غرب سوريا عموما بحوالي 350 شاحنه من لحظة وقوع الكارثة حتى الآن تقريبا. الأعداد يعني تقريبي أعداد الشاحنات. تعتبر منطقة شمال غرب سوريا هي منطقة منكوبة منذ سنوات، يعني هي منطقة منكوبة من 12 سنة. تفاقمت المأساة واتسعت فجوة الاحتياجات الإنسانية وضاعف حجم الكارثة نتيجة الزلزال اللي صار. وأصبحت الاستجابة تحتاج إلى دعم دولي حقيقي وتكاتف جميع المنظمات والجهات الإنسانية من أجل مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد حل جذري للمأساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية المترتبة سواء على الزلزال أو المترتبة على المأساة السورية. أيضا من أجل الكف عن التحكم بدخول المساعدات الإنسانية القيادية عبر الحدود بدون حاجة إلى تدخل مجلس الأمن إطلاقا، لأن مساعدات إنسانية مستقلة قيادية ليس لها أي أجندة سياسية أو عسكرية أو دينية. هاي المساعدات هتساهم بقرابة 5 مليون إنسان سوري، فلا بد أنها تدخل بدون تدخل مجلس الأمن. أيضا من أجل التركيز على اختصاص مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين في سوريا. بالنسبة لأهم الاحتياجات الطارئة يلي هي صدرت عن تقارير صادرة لعدة منظمات سورية كوحدة تنسيق الدعم والدفاع المدني ومستقبل الاستجابة، طبعا هاي الاحتياجات بعد دخول هاي الشاحنات وهاي المساعدات الأممية. أهم شيء نحتاجه هو فتح جسر جوي بين جنوب تركيا وشمال غرب سوريا لنقل الإصابات الحرجة إلى تركيا وإيصال المساعدات الطبية بشكل عاجل. دعم المشافي ومراكز التبرع بالدم لإسعاف الجرحى وإنقاذ الأرواح. نحتاج أيضا تأمين عيادات متنقلة لأنه معظم المشافي عم تعاني من اكتظاظ المرضى.
بنحتاج بشكل يعني كثير كبير لتوفير مستهلكات طبيه للمشافي مثل المستهلكات العظميه، كيتات الجراحه العامه وكيتات الجراحه العظميه، كيتات تخدير بنحتاج لوقود وغيرها من المستهلكات الطبيه. نحتاج لتامين الدعم النفسي للعائلات المتضرره والاطفال المفقدوا اقربائهم واحبائهم خلال الكارثه. بنحتاج بشكل كثير كبير لتوفير 17440 خيمه مؤقته. طبعا نركز على انه تكون مؤقته لواء العائلات، و 17440 فرشة وبطانية. أيضا نحتاج لتوزيع قسائم مالية ولباس شتوي على العائلات المتضررة، على اعتبار أنه تركت بيوتها بدون من أنه تتمكن أنها تأخذ معها ألبسة أو أي شيء من الموجود في البيت. أيضا نحتاج لتوفير 68175 وجبة غذائية بشكل يومي من خلال مطابخ ومتنقلة وتزودهم بوجبات ساخنة. ايضا اهم الاحتياجات هو توفير 5,113,200 لتر من وقود التدفئه للعائلات المتضرره لمده شهر واحد فقط. ايضا نحتاج لتامين خبز بشكل يومي للمتضررين. ايضا نحتاج لتامين متطلبات الدفاع المدني السوري لمنظمه القوى البيضاء من الاليات الثقيله والمعدات لانتشال الجثث وترحيل الانقاض وتامين محروقات لهذه الاليات. طبعا الارقام والاحصائيات واهم الاحتياجات تم اعتمادها بناء على تقارير اللي صادره من عدد من المنظمات السوريه، اهمها وحده تنسيق الدعم والدفاع المدني والمستقيم الاستجابي. الله يجزيكم خير ويعطيكم العافيه يا رب. شكرا الاستاذ مصطفى معاد. الاستاذ مصطفى معاد بيدل على ان في امل في مستقبلنا، انهم متطوعين وادرس كطالب في كليه الصيدله، والحمد لله التقرير اللي قدمه يعني تقرير متميز، وده بيدينا امل في اننا رسالتنا ان شاء الله مستمره. احنا كان المفروض نتكلم عن اللي هو لو ما كانش الاستاذ علاء الزيات او محمد دكتور محمد عبد الفتاح موجودين، ها يعني مش موجودين هم ولا عصام عبد الرحمن، عبد الرحمن عصام. طيب لو ما كانوش لسه موجودين ممكن نبدأ بالدكتور عثمان مقبل لأنه موجود حاليا في هاتاي، ويدينا وضع اللي هو الإنساني اللي موجود في منطقة هاتاي. دكتور عثمان، دكتور عثمان لو سمحت تتكلم. دكتور عثمان، تأكد إذا بقية الجملة يسمعون. الصوت واضح من الجميع؟ السؤال الله يرحمك، صوت واضح؟ صوت جيد. دكتور عثمان مش موجود يرد. دكتور عثمان حضرتك موجود معنا والمايك مفتوح، ممكن تتكلم. طيب خلاص خلي الدكتور قطيبة يتكلم عشان هو برضك من هاتاي. دكتور قطيبة. دكتور قطيبة. السلام عليكم. عثمان. ايوه تفضل عثمان. ايوه استاذ عثمان حياك الله تفضل. هلا احسن؟ ايوه تفضل تفضل. تمام تفضل عثمان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا موجود الحقيقة هنا في هاتاي في أنطاكيا، في المنطقة اللي فيها مجموعة بنايات نزلت على رأس ساكنيها وليجتمع فيها عدد كبير من العاملين في العمل الإنساني والعمل الإغاثي في المؤسسات المختلفة، ونحن طبعا كغيرنا من المؤسسات تأثرت بفقر الموظفين وعائلاتهم. وهذا سيأخذني إلى النقطة الأولى في النقاش والحوار، وهي هناك هذه المأساة يعني تفرق عن غيرها من المؤسسات السابقة أن أول المتأثرين فيها هي شريحة العاملين واللي كانوا في الصف الأول في العمل، رحم الله من استشهد منهم وشفى الله سبحانه وتعالى من بقي يحتاج العلاج وغيره.
فأنا في هذه النقطة هناك مؤسسات إخوة حاضرين معنا في هذا الاجتماع اللي كانت مكاتبهم في أنطاكيا تأثروا تأثراً كبيراً. ولذلك أنا الاقتراح الأول لهذا الاجتماع الكريم، كيف يمكن نحن من لم يتأثر، هلا الكل تأثر من حيث يعني إحنا عدد كبير فقدوا أهاليهم فقدوا كذا، لكن لم نفقد من التيم اللي موجود في تركيا الحمد لله أحد، لكن خسائرنا في الداخل كان. وقد يكون بعض المؤسسات اللي موجودة في إسطنبول اللي كانت موجودة في غازي عنتاب تأثرها أقل من الآخرين. كيف يمكن لهذا الاجتماع الكريم أن يخرج ببعض الأفكار والتوصيات أن نساعد إخواننا في المؤسسات اللي كانت في الخط الأول وتحتاج أن نقف معهم في هذه المرحلة، مكاتبنا مكاتبهم، موظفينا موظفيهم، ومنهم طبعا قد نستمع إذا سمح الدكتور هاني الدكتور قتيبة، يعني من أكثر المؤسسات بنفسج التي تأثرت بالوضع وفقد يعني العائلة فقدت الكثير من الأفراد وعائلة المؤسسة فقدت. فهذه هي النقطة الأولى، كيف يمكن لهذا الاجتماع الكريم أن يخرج بمجموعة من المقترحات أن نساعد بعضنا بعض كمؤسسات. الآن ليس مجال التنافس بل هو مجال للتكامل ومجال أن نري أننا نستطيع معا أن نساعد بعضنا البعض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أريد أن أشير لها، إحنا يا دكتور هاني مع كل تقديري أنا يعني المعلومات أصبحت معروفة وكل التفاصيل هاي أصبحت معروفة للجميع، هذا الاجتماع الكريم ينبغي أن يخرج بمجموعة من المقترحات التي نستطيع أن ننفذها. لا يمكن إحنا نغير السيستم الهيومانيتيريان سيستم كبعض المقترحات اللي استمعتها أنا إليها، لكن إحنا كيف يمكن أن نضغط على هذا السيستم بحيث أن لمزيد من الإعانات، لمزيد من المعابد، لمزيد من فتح. والآن بعض الدول الأوروبية تقدمت في هذا، يعني أعطي مثال واحد، أنا ألمانيا الآن لما سمحت كل من عنده أقارب في ألمانيا ممكن أن يستخدمهم، هذا مثال واحد ممكن أن نستخدمه في الضغط على الآخرين. ولذلك النقطة مقترحاتي كالتالية، أولاً يجب أن يكون الأدفوكسي المناصرة هي القضية الرئيسية لمثل هذا الاجتماع الطيب. طبعاً تأتي بعد النقطة الأولى التي ذكرتها وهي كيف يمكن نحن أن نساعد بعضنا البعض، من لم يتأثر كالآخر كيف يمكن أن نساعد. هذه النقطة الثانية موضوع المناصرة يكون هو الجزء. والمناصرة كما تعلمون جميعاً موضوع الأدفوكسي عندها ليفل مختلف، في ليفل هنا على مستوانا نحن في تركيا، وفي ليفل آخر أنه نحن هذا الاجتماع الكريم يمكن أن يخرج ستيتمنت واضحة المعالم كما حصل إحنا وقعنا مع مجموعة من المؤسسات الدولية قبل يومين لمزيد من الضغط لتقديم مزيد من الإعانة. تحت هذا البند هناك مجموعة من المقترحات استمعنا بعضها من الإخوة، لا أريد أن أكررها، من ضمنها طبعا فتح مزيد من المعابر، تقديم مزيد من المعونات وإلى آخره. فهذه نقطة يعني جوهرية في مثل هذا الاجتماع الطيب الكريم. النقطة الثالثة أنا أقترح أنه حتى الاجتماع يكون اجتماع مفتوح بمعنى آخر، لكن أجندة الاجتماع ولو تكون لساعة واحدة بحيث أنه نضل إحنا على اتصال وتواصل كيف يمكن أن نفعل مزيد في موضوع الأدفوكسي. موضوع الأدفوكسي يحتاج أنه نعمل جميعا مع بعض وتكون رسالتنا واحدة وتكون دعمنا واحد ونضع بعض الريسورسز في هذا الإطار، وتكون مطالبنا معقولة يا جماعة، يعني إحنا نحدد ماذا نريد 1 2 3 4، يعني أنا أعمل تكون مجموعة من مقترحات الإخوة الذين يتكلمون فيما بعد بهذا الإطار، إيش 5 6 مقترحات ممكن نخرج فيها معا بحيث أن نضغط على يعني مزيدا من الضغط على الجهات المختلفة خاصة المؤسسات الدولية الحكومات الغربية إلى آخره لتقديم مزيد من المعونات. كما تعلمون الحكومة التركية والشعب التركي هذه لأول مرة بتأثر كما نحن تأثرنا، ومع ذلك ما في يعني بيحاولوا جهدهم، لكن هذه المأساة مأساة كبيرة تحتاج إلى دول أن تقف فيها في هذه المرحلة. آخر نقطة زي ما ذكرت أنا موجود هنا في التاي، طبعا ما زلنا إحنا خارج البنايات بنحاول أن ننقذ بعض أهالي الموظفين الذين يعملون معنا. بارك الله فيكم، بارك الله في الاجتماع وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. الدكتور قتيبة موجود؟ دكتور قتيبة موجود؟ قتيبة تاني؟
قبل قليل شفته أنا في الاجتماع. طيب موجود دكتور قطيبة بنفسك؟ ألو دكتور قطيبة؟ دكتور قطيبة؟ طيب الأستاذة نجلاء من كلس. أستاذة نجلاء ما قالت لنا موجود هي موجودة. ألو طيب السلام عليكم. مين؟ نجلاء؟ أنا تفضل يا الله يسلمك يا رب كيفكم؟ الله يعطيكم العافية. الحمد لله. تفضلي تفضلي. أعظم الله أجركم وأجرنا جميعا بالشهداء واللهم شافي كافة الجرحى وتعزيتنا الخاصة للدكتور قطيبة. والله بصراحة يعني أنا آسفة ما حضرت شيء لأنه من الأصل لحتى الآن أنا ما عم بقدر أحصل على كوميونتري لأنه بيتي تضرر ومكتبنا تضرر. جلسنا في الخيام مدة يومين وما تحملنا شدة البرد. الحمد لله رب العالمين يعني هلا حاليا جلسنا عند أهلي أما بيت أخوي وقت اللي تأكدنا إنه المكان صالح للسكن. الشباب اللي أنا الله يعطيهم العافية حكوا يعني بشكل بشكل مفصل عن الاحتياجات. أنا بس بدي أضيف شغلة يعني من معاناتي أنا والفريق وأهلي شخصيا. المأوى ثم المأوى ثم المأوى يعني هيك لو ياريت إنه نحقق من التوصيات. طبعا المأوى يعني الخيام اللي عم يتم تقديمها بصراحة هي ما بتفي بالغرض أبدا. لأنه البرد كتير قارس يعني نحن أول يومين من الزلزال كانت درجة الحرارة ما أصلت يعني لا حتى البطانيات قدرت يعني تحمينا من البرد. طبعا أنا عم بحكي باسم كل الناس المتضررين يعني لأنه أنا يعني عشت هذا البرد عشت هذا الدمار يعني. طبعا ما في داعي نحكي يعني نحكي تفاصيل قديش كانت الصدمة قوية وقديش كان الأمطار شديدة ونحن كانت منطقتنا في يومين فيها ثلوج. فلهذا السبب هاي الخيام يعني ما عم تأدي أو تفي بالغرض أبدا. يعني لما كنا في الخيام فيني أن أذكر هاي الصورة يعني إحنا بقينا يومين المطر عم تنزل علينا وتفوت على الخيام. أنا كان معي والدي زلمين وقلده وعوين وكبير بالسن يعني فوق البطانيات اللي يعطونا إياها لقيها هاقلة يوم خير يعني كنا نحط أكياس لنا ومثل حتى نقدر نحمي والدي أو الأطفال الصغار من المطر. طبعاً أنا كمان بسبب شغلي بالدعم النفسي كمان لازم نركز على هاي الاستجابة كمان لأنه التروما كتير قوية وكتير كبيرة اللي حققها الزلزال. طبعاً يعني أنا الأسبوع الماضي سافرت الكويت وقلت يوم الخير لكل الناس المتبرعين. لكن هلا التوجه الأول والأخير هو للأشياء الإغاثية. طبعاً هو هذا الشيء حقيقة وأمر واقع يعني المأوى ثم المزار ثم يعني أول شغله الناس فعلاً هلا إذا عندهم عفوا تسجيلات من داخل سوريا كيف عم صرنا يعني نحن بحاجة للغذاء بشكل يومي وجبات طعام تقدم للناس اللي موجودة في الخيام أو الموجودة في العراء بشكل يومي. كمان بأكد كمان على شغلة كتير مهمة مثل ما قال الأخ اللي كان بيحكي الدعم الطبي السريع يعني كتير مهم الدعم الطبي السريع من أجل علاج الجرحى والتخفيف من الألم. فتح الجسر الجوي كتير مهم ما بين الداخل السوري ودوتية نقل الجرحى لأنه الإمكانيات الطبية كتير ضعيفة وهي أصلا كانت من قبل يعني انتشار الكورونا يعني لسه ما كنا قادرين يعني نرفع راسنا من هاي الأزمة الاقتصادية اللي كانت معنا فيها الداخل السوري بعدين تفشي الأوبئة اللي انتشرت الكوليرا. كمان في شغلة كتير مهمة يعني قليلين الناس اللي عم تحكي فيها هي
يعني ترحيل الأمطار بشكل سريع في الداخل السوري. هاي الاستجابة لازم تكون سريعة خشية انتشاء الأوبئة. أنا شايفة إنه ما شاء الله عنكم يعني الأخوة اللي حكوا قبلنا والدكتور حامد يعني بشكل مستمر ما شاء الله عنكم يعني متابعين، وشكرا لكم كثير على هاي الاستجابة السريعة اللي بوقت قصير عم تقدروا تعملوا اجتماعات. بدي أتشكر الجمعية الإسلامية الإغاثة على الدعم اللي قدمته شخصيا لإلي أنا نجلاء اللي كنت ناجية من الزلزال وتضررنا، وشخصيا لفريق منظمة كلمات لحتى يرجعوا يوقفوا على حيلهم ويساعدوا الناس. طبعا إحنا فورا بعد ما طلعنا من الخيام يعني عم نحاول نساعد الناس. شكرا. أنا آسفة على عدم ترتيب الأفكار بس الله يعطيك العافية وشكرا لكم وسلامنا للدكتور قطيبة. إن شاء الله. دكتور قطيبة موجود؟ دكتور قطيبة موجود؟ أنا دكتور قطيبة موجود؟ لو ما كانش موجود يبقى دكتور أنا معاكم دكتور هاني. تفضل يا تفضل منتظرينك. سأتكلم عن واقع الحال في مدينة أنطاكيا. طبعا تفضل تفضل كلنا منتظرينك. الحقيقة اختيار السوريين كان لجنوب تركيا وبدأوا من السور كانت لأنه قريبة من سوريا، وجود اللغة العربية، نفس العادات والتقاليد، ورخص أسعار البيوت وكذا، ولذلك نصف السوريين الموجودين في تركيا هم في الجنوب ما بين هاتاي وعتاب وكهرمان ورعش وحما، وهدول بدهم ثلاثة من تضرروا بشكل كبير كبير. طبعا في فترة شهرين أعطوهم للسوريين بالعودة لولاياتهم، تم الغاء الاستفتاء بين الولايات وفتحوا للإجازة خمس معابر الآن دار الهواء ودار السلامة والراعي تربيه وجرابوس لمدة ست أشهر. في نقطة هنا غلط بموضوع الأتراك المعارض في المعابر معناتها أن السوريين يتدفقوا على تركيا وبدأوا يلعبوا على هذا الوتر مع الأسف. بالنسبة لكثير أوضاع السوريين تحت السطر أوضاعهم سيئة كثير كثير، بالأصل أغلب السوريين هم من الفئات يعني الشيء والضعيفة، والزلزال أعاد الجميع الصفر سواء كان غني أو فقير. الآن سيدفع أجار في أي مدينة أخرى راح إلى ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف بشكل عام. بالنسبة للموضوع ما تفضلت المنظومة الاقتصادية دمرت، يعني في ناس عندها محلات، في ناس مصانع صغيرة وأشياء مصادر رزق، هاي كلها مع الأسف هي راح يعني فقط بيت. كثير من السوريين بالجنوب اشتروا بيت ملك، يعني باعوا بيتهم بسوريا وأرضهم اشتروا بيت. راح بيت الملك، راح الفرش، الأموال، إذا في ذهب عن زوجته، السيارات، أماكن العمل، الفرش، يعني بعد 12 سنة الشخص رجع الآن للصفر، يعني بقى راح كل أملاكه تماما. بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو المدارس والجامعات، مشاكل الصحة، المشاكل بتاعت السوريين كان هناك عنده مستوصفات خاصة فيهم باللغة العربية وبالكذا، تعالجت فيها هي مدعومة كلياتها من بالاتحاد الأوروبي، هاي كلها توقفت الآن عم تعيشوا مشكلة كبيرة، الصدمات النفسية ما حكينا عنها كثير. في مهمة كثير الآن الجرحى الآن انتشروا بكل تركيا، منهم اللي عنده بكر واللي عنده شلل واللي عنده كسور واللي عنده جروح خطيرة. فقدان وضياع كثير من الأطفال السوريين، شلون بخشى كثير من خطفهم واستغلالهم كأطفال. أطفال كثير من اليتامى الآن موجودين كمان تحولوا إلى أيتام، فقدوا الأب والأم لا سمح الله قد يتحول الى اطفال مشردين بيوم من الايام ما صار في هاي. اتوقع تبدا حمله هجران جديده كثير لاوروبا من السوريين، ومستوى الفقر كثير كثير حيرتفع مستوى الفقر، يعني انا اتخيل كثير انا عملي انا مضطر في هذا اللاجئين السوريين. يعني اتوقع هذا هيك مختصر واقع الحال على الاقل في هاتاي والولايات. يحكينا عن تضرر المؤسسة. تضرر المؤسسة بتاعتكم يا دكتور قطيبة. دكتور قطيبة، ماذا حدث لمؤسسة بنفسك وعمال مؤسسة بنفسك في الداخل والخارج؟ كانت بنفسج عندها مكتبين، المكتب الأساسي وفي 75 موظف، هو في هاتاي، الثاني في غازي عتاب، وهو مكتب صغير. المكتب الأساسي تدمر داخلية الوضعي داخلية أو البناية ظلت واقفة
وتم نزوح حتى الموظفين الى اكثر من 12 ولايه مختلفه. الان وصلنا جدول، بعضهم في اسطنبول، بعضهم في انقره، بعضهم في بورصه، بعضهم في توزع الموظفين بالكامل. طبعا دمرت كل شيء موجود داخل هاي. الحمد لله استعدنا انفاسنا الان وفتحنا مكتب جديد في مرسين ونستجيب بالداخل، فريق الداخل تقريبا صارت الاداره الى هذا الزمن وعم تقود الامور الحمد لله بشكل جيد. عدد الوفيات من العاملين والأقارب العاملين؟ توفي سبعة من الأستاذ سبعة من العاملين كلهم في تركيا، من أكثر أنطاليا، سبع أشخاص بيناتهم ثلاث بنات وأربع شباب، هذول التوفوا. فما بالنسبة للأقرباء والأقرباء هذه بالمئات، يعني كل موظف عنده أقرباء، بس الوفيات سبعة من العاملين والداخل السوري؟ الداخل السوري لم يتوفى عندنا سبحان الله ولا شخص اللي توفوا، لأنه مكتبنا الأساسي في إدلب المدينة، ومدينة إدلب يعني كانت خسارة كبيرة، وبالتالي الوفيات كلها كانت في مكتب أنفاق سبحان الله. جزاكم الله خير يا دكتور. أي رسالة ثانية تقول لنا؟ أي رسالة توجهها للموجودين؟ والله الرسالة مهمة كثير كثير، يعني أتمنى أن يتم صرف تحية المؤسسات السورية، نحكي بكل صراحة كانت تشتغل بشكل اعتباطي كلياتنا ونحن منكم يعني، وصار في عمليات يعني كثير كثير ديبليكيشن بنفس المنطقة، يعني الأكل أحيانا كان يتكدس، يعني يأتي من خمس منظمات. أقول بكل صراحة تأتي المنظمة تريد فقط أن تصور وتثبت أنها موجودة في مكان الحدث، فكدس من الأكل شيء مريع جداً جداً وتم رميه. هذا كله الشيء هذا لعدم وجود تنسيق بين المنظمات السورية. أنا حمزة بكركم يد الله مع الجماعة، يعني بتمنى بالفعل الآن ماشي، كان أول فزعة بأول عشرة أيام، الآن بتمنى يكون في غرفة عمليات مشتركة بالداخل، على الأقل في الداخل نقدر نوزع فيها الموارد وما يصير في هدر بالموارد. شكراً دكتور قطيبة، شكرا جزاكم الله خير. دكتور هاني، من اللي بيكلم؟ استاذ سليمان من نير، يريد يتكلم نيكست ان شاء الله. طيب بس ممكن، طيب خلي بس ياسر يكلم قبله وبعدين سليمان. سليمان عنده اقتراح جديد، احنا نسم من برادر سليمان فروم نير بليز، بيكوز وي ار تراينج تو اكسبلين ذا سيتويشن فروم ذا بيبل اون ذا جراوند اند ويل تيك يو ليتر ان شاء الله اف يو هاف ذا تايم تو ويت. جزاك الله خير. ياسر، الله يعطيك العافيه. اعتقد الدكتور عارف رسول قدامي كان واقع، ما بعرف اذا هو جاهز. مين دكتور؟ عارف رسول دكتور. خلاص عارف او عارف حبيبنا، وياسر حبيبنا. تمام. اتكلموا مع بعض. طيب خلاص دكتور عارف، عظم الله اجركم جميعا، عظم الله اجرنا، ان شاء الله نتعدى هاي الأزمة إن شاء الله بأسرع وقت. أنا حاب أحكي عن موضوع الاحتياج الطارئ. الاحتياج الطارئ لم ينتهي حتى الآن، وخاصة موضوع الشتاء، يعني إلى الآن الناس ما عندها مأوى صراحة. وأنا شكر الأهسي نجلاء حول التأكيد على هذا الأمر، موضوع المأوى مع العيادات المتنقلة والغذاء، يعني هذا المثلث صراحة كثير هام، وأعتقد راح يستمر خلال شهر، خلال الفترة القادمة، لأنه كثير مهم للناس اللي اضطررت. حاب ضيف على هذا الأمر موضوع الكاش. الدعم النقدي هام جدا بالنسبة للعوائل اللي فقدت كل شيء. هذا الأمر صراحة يعني كل يوم تجينا نداءات، هذا ما عنده يتنقل من مكان لمكان، هذا اللي ما عنده حق ربطة خبز يشتريها أو كذا. فالدعم النقدي هام جدا للعوائل المتضررة في سوريا وفي تركيا. وشكرا. شكرا جزاكم الله خير. دكتور عارف، دكتور عارف، دكتور عارف، دكتور عارف رزوق شفق موجود؟ موجود.
صوت بعيد دكتور عادل. صوت بعيد جدا. اعتقد فتح المايك بس يبدو النت مستقبل الارسال عن موبايل. دكتور عارف رزوق دكتور عارف لو سمحت صوتك المايك مفتوح ولكن يمكن اصبعك حاطه على المايك. حرك ايدك. الصوت بعيد جدا. مين عارف؟ ممتاز ممتاز. تفضل تفضل علي صوتك يا دكتور عارف. تفضل تفضل. ايوه ممتاز ممتاز. تمام الله يعطيك العافيه. الله يقبل جرح الشهداء ان شاء الله ويشافي الجرحى. هلا اول شيء انا بدي اعلق على كلام الدكتور عثمان المقبل اللي يعني بعد الاحصائيات المهمه اللي ذكرها كل الاخوه والاخوات. حقيقه موضوع تعاطي المنظمات الواضحه لاني هلا حاليا قمت في هذا المنبر. بلغ اخوتي في بنفس ذات انه مكاتبنا في غازي كانت مفتوحه لهم. ممكن انه نفرغ مبنى كامل من شفا في بنفسج في تركيا في غازي عنتاب يستخدموه ويشتري مساعدات في الداخل عنا كمان مكاتبنا مفتوحه لهم. هذا في البند الاول لمساعدة المنظمات الأعضاء. نحن وبنفسج اخوي ان شاء الله وكذلك كل اخوي المنظمات الاخرى انه هذا في محتوى نحن نسمى لحالة النفسية. فمكاتبنا مفتوحه دكتور قريبه وقلوبنا مفتوحه لكم. ممكن احنا نفرغ لكم مبنى كامل في غازي عنتاب اذا اردتم تستخدموه ريثما انه تحصلوا يعني مثل ما يقولوا مستوى الوسطى. النقطه الثانيه اللي ذكرها الدكتور عثمان اللي هي موضوع المناصبه. انا فعلا بريد انه يكون عندنا رساله واحده نحاول الناصر يكون الاستجابه بشكل استراتيجي في المرحله القادمه اكثر ما انه هي يكون يعني آنية وعاجلة وضارية ونحاول انه نستثمر في هذه المحنة ونحولها الى منحة خاصة في موضوع بناء السلم الاهلي. كلياتنا بنعرف انه الاستجابة الاجتماعية اللي هي كانت من اهلنا سواء اللي اجوا من خارج من حدود شمال غرب سوريا اللي هي من شمال شرق اخوان في دير الزور والرقة الى ان المشاركة المجتمعية هي كان لها الاثر الاكبر حقيقة في دعم الناس المتضررين. بالاضافه الى المنظمات المحليه اللي هي سخرت كل مواردها. فهذا خلينا نسميه الحاله العاطفيه خلينا نستثمرها في الناس الاهلي يكون بناء بشكل استراتيجي اكثر ما يكون بناء اطفاء حرائق، ونحن يعني اطفاء الحرائق لا اقل من شانه في المرحله الحاليه ولكن نكون كمدراء نحن يكون وظيفتنا استراتيجيه في هذا الموضوع. هذا اللي حبيت اضيفه بس والله يجزيكم خير. جزاكم الله خير. اتمنى يكون تنصت واضح. جزاكم الله خير يا دكتور وربنا يرجعك من أنقرة لغازي عنتاب مرة ثانية إن شاء الله. مين اللي موجود؟ محمود سليمان عمر محمود أخونا محمود الأسود. السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم. السلام. نعم يعطيكم العافية والله يسر الأمور وترجع البلاد سواء كان الموجة تركيا أو بسوريا لأفضل ما كانت عليه إن شاء الله. حقيقة أنا موجود معكم حاليا بقطاع شوي بعيد عن قطاع العمل الإغاثي هو قطاع تنسيق الجهادات والعمل مع عائلات المفقودين والناجين من الاعتقال. وحابب أركز على أمر كثير مهم يعني ممكن نساعد فيه كمنظمات مع بعض في المجال الانساني هو انه الناس الان عدد الاهالي اللي ما بيعرفوا وين احبائهم بزياده ويجب مناصره هذا الامر. نحن نشتغل بملف المفقودين ما قبل الزلزال في المختفين قصرا من الاعتقال والاغتصاب قصرا للنظام السوري وبعض المصائب اللي شفناه حديثا من خلال زيارات لعدد من المناطق سواء كانت في عنتاب او في مرعش او حتى في هطاي اللي انا موجود فيها لها حاليا. عمليات الدفن عم تكون لجثث الضحايا سواء سوريين او اشخاص الان على ارقام
تركيا ما بيخاف على الشعب التركي، كونه في إيران أهل، في إيران ناس فارسيون، في إيران داتا، فما بيخاف على وضعهم. بس السوريين الآن اللي في عائلات كاملة اندثرت وتوفوا جميعا نسأل الله يحفظهم الشهداء، وما في يمكن حدا يطالب فيهم، فهذول أصبحوا من الصعب الوصول لإيران. فنحن بحاجة لمناصرة كيف ممكن نساعد في هذا الخصوص، سواء كان عم نحكي بتركيا. أما بخصوص سوريا، العمل السابق، وأنا هلا بدي أركز على حول ما قال مستر عارف، لأنه نشتغل باستراتيجية، لأنه سابقا نحن عم نشتغل فقط في إخفاء الحرائق وإغاثة الشيء العاجل. ففي أمور كان لو كان نحن عم نشتغل عليها، وهذا كان حديث دائما الناصر دائما، بس للأسف ما في أدوات صاري من معظم المتبرعين، وقلهم حقيقة وجه النظر أن الحاجة الآن أكبر في الأمور الإغاثية. ولكن هو لو كان في عندنا إحنا مراكز متخصصة، أو إحنا مستثمرين في مراكز الطب الشرعي أو المراكز اللي تخص عملية المنقوبين ومسؤولين الهوية، كان الآن يعني كان وضع للتعرف على وإدارة أزمة المفقودين في سوريا زاد تكون طريقة أفضل بكثير. فموضوع يوضع في استراتيجية العمل الإغاثي والإنساني والحقوقي الوضع مراكز الطب الشرعي على أنها ليست مراكز جنائية سياسية، بس هي إلى أهمية في موضوع الكوارث. الآن نحن في مقابر جماعية أساساً من النظام، من الدواعش اللي عملوها هذا الشغل الأساسي كان في البلدان. الآن نحن عندنا مشكلة إضافية، إنه ناس كثير رحلة أقرباء في سوريا، وهن أساساً نازحين من محافظات أخرى، قد يكون ليس لهم أحد، يعني ما راح يتم التعرف عليهم. فلازم كان يكون في مركز يدير هذا الأمر، هو أفضل شيء يكون ممثل للطلاب الشرعي، اللي يكون عنده الإمكانيات والوسائل اللازمة للتواصل، يكون مركز المعلومات الشرعي. الأمر الأخير اللي أنا أسف إطاري معك، إنه هو مختلف عن مجال الحديث كله، ولكن حبيت أشارك فيها لنركز في الموضوعات الثانية. أنا كنت جاي من الباك جراوند الثاني في سنوات، ولكن حقيقة بعد مئة سنوات في هذا المجال، المجال الاتحاد الاتخاذ المتقنين وأفراد المختلفين قصرا، من الضروري التكاتف الإنساني أو الدخول بعملية الإغاثة مع القطاع، هذا القطاع القانوني، لأنه في حاجة كثير نحن نواجهها في التعامل مع هاي الفئات الأكثر حاجة والأكثر تهميشا والأكثر احتياجا. لا تتصوروا حجم المسالب اللي مثلا عائلة مفقود عنده مفقودين في عائلته، أصبحوا الآن عندهم شيء مضاعف بهذا الزلزال اللي صار. ما تتصور واحد ناجي من اعتقال تعذيب وهم جنسي وانتهاكات جنسية في معتقلات النظام وغيره، الآن أصبح عنده فقدان وعنده مشاكل أخرى. فبتمنى إنه يكون ضمن الاستراتيجية اللي ركز عليها المستشار عارف، إنه يكون في استراتيجية تكامل والانتباه لهاي الشرائح اللي فعلاً الأكثر سوءاً والأكثر تضرراً، ولكل المجتمع السوري ليس الوضع سيء، ولكن هذا أكثر عنده أكثر ضعف. شكرا وأسف لمداخلتي. دكتور محمد نجم. طيب لازم الدور عندي يا دكتور. طيب خلينا مهند، خلاص مهند، خلاص مهند، ناخذ اثنين من الغرفه وبعدين بقى نرجع ثاني على الزوم. تمام. السلام عليكم ورحمه الله. مهند عثمان، ما اسمع صوتي شيء؟ الشباب اونلاين. الله يجزيكم الخير، يعطيكم العافية جميعا، وشكرا جزيلا للسادة المنظمين دكتور هاني وبقية الأعضاء على حقيقة تنظيم هاي اللقاء. هذا تاني لقاء احنا فيما يخص يعني هذا العمل، وانا بدي اشير لشيء له علاقة بطبيعة العمل اللي احنا عم نشتغله. يعني ما نركز احنا فورضا، يعني حقيقة اللي جمعنا اليوم
هو الزلزال ونتائج الزلزال اللي صار خلال الفترة الماضية. نحن اليوم في عنا استجابة عمرها 12 سنة، وفي عنا حقيقة تحديات كبيرة بحجم الاستجابة الأساسية. إذا اعتبرنا اليوم صار في استجابة ثانية هي مرتبطة بضحايا الزلزال، أعتقد أنه نحتاج إلى ضبط العمل بطريقة أفضل، نحتاج إلى استراتيجية واضحة للعمل. اليوم اليو إن وعمل اليو إن هو حقيقة يعني أثبت فشله على مدى 10 سنوات في تنظيم الأعمال والاستجابة بطريقة صح، وهذا كان واضح بالنسبة لنا. نحن من وقت ما حصل الزلزال باليوم الأول لحديت اليوم لسه في تخبط بشكل كبير. يعني أحيل هذا الأمر حقيقة نحن لا يعني العمل الانفرادي بين المؤسسات. اليوم نحن نتكلم عن موضوع التكامل وأهمية التكامل، نتكلم عن العمل الجماعي والنادي بالعمل الجماعي، بس اليوم ما عندنا حقيقة آلية ضابطة لا للاستجابة، وهذا عم بي يعني حقيقة عم بيكله آثار سلبية اللي هو تبديد جزء كبير من الموارد، مثل ما حكى الدكتور قطيبة إن اليوم في عدد كبير من الوجبات الغذائية اللي وزعت ما كان لها طعمة، يعني وهي موارد حقيقة. اليوم في صوبيا يعني أنا اللي بعرفه إنه كان في مواد غير غذائية كمان وزعت بشكل كبير وكمان ما إلى يعني حاجة. لذلك يعني إذا استطعنا إنه نفكر نحن حقيقة اليوم كمجموعة فاعلة، يعني اليوم أنا حقيقة أنا شوف عم بتطلع على الأسماء الموجودة على الاجتماع بالاجتماع والشباب موجودين حاضرين هون بالقاعة، في كمان أصدقاء كمان موجودين يعني ما موجودين معنا اليوم. أعتقد إنه هاي المجموعة الأساسية اللي هي اليوم عم تستجيب للعمل الإنساني في شمال غرب سوريا. إذا استطعنا نحن حقيقة نخرج بمخرج اليوم خارج عن الأمور العملياتية والاستجابة وشو الشيء اللي لازم ننفذه، إذا تم في توافق أنه يكون في هيئة عليا ناظمة للعمل الإنساني في شمال غرب سوريا، واستطاعت هاي الهيئة أنه تضبط العمل، دورها فقط هو ضبط ومراقبة ومتابعة وبعيد عن التنفيذ، لأنه كان في تجارب حقيقة سابقة بلشت بالبدايات الهيئة كانت هي يعني بهالمانديت وبعدين راحت باتجاه موضوع التنفيذ. دور هاي المجموعة أو الهيئة أو مو بعرف شو ممكن نسميها أنه تنظم العمل الإنساني وضبطه، ونحن كمؤسسات نكون حقيقة مقتنعين أنه دورها هيك. إذا لم نستطع للوصول إلى هاي القناعة بعد 12 سنة أنه لازم المؤسسات يكون في إلى جهة مركزية تنسق معها وتشتغل معها وتكون في عندها حقيقة إيمان بدورها المحوري، لح نرجع بعد سنة لا سمح الله أو سنتين أو 3 سنوات من اليوم ويصير أزمة تانية ونرجع نحكي نفس الكلام. هلا اليوم في هبة، الزلزال صار، كافت الجهود، الناس صارت بدها تتبرع بدها تشتغل. اللقاء الماضي الدكتور هاني قال يعني استفيدوا من الترند، لأنه بعد أسبوعين ثلاثة هاي الترند لح تنوم، لح ترجع اليوم القضية السورية تنحدر ل يمكن 10 أولوية على مستوى المجتمع الدولي. لذلك نحن لازم على الأقل كمجموعة سورية عم تحكي وتنسق وتشتغل، لازم يكون حقيقة نحن عنا اليوم كمخرج أعتقد أساسي بعيد عن الأمور العملياتية أنه اليوم يكون في عنا توافق على إنشاء هيئة ناظمة للعمل الإنساني. شكرا جزاكم الله خير. دكتور محمد نجم وبعدين مين بعده؟ دكتور محمد نجم والأستاذ ياسر سيد عمر من الزوم. هنرجع للزوم ثاني بعد أخونا محمد نجم. تفضل يا محمد. شكرا جزيلا. صوتي مسموع؟ الزملاء أيوة من هون مسموع. طبعا شكرا جزيلا، وحقيقة هذا الشعور الطيب فيما يخص دعم المنظمات يعني شيء يسر. كمان
راح احكي ب الزملاء اللي سافروا موظفينهم لخارج المحافظات المنكوبة، كمان المكاتب في وطن في أنقرة واسطنبول وغازي عينتاب هي مفتوحة للجميع، فأهلا وسهلا سواء زملاء في بنفسج أو زواء. وأيضا الحالات الطبية اللي اضطرت تجي لأسطنبول، الفريق اللي موجود هون مستعد أنه يتابعهم، لأنه أنا أعرف أنه العائلات تبعهم كان في عندها صعوبة بالوصول. الحقيقة اليوم نحن نتعامل مع بعد 6 شباط مختلف عن قبل 6 شباط، ومثل ما حكينا من قبل أنه كانت عملية الاستعداد للكوارث اللي متوقعة من الأمم المتحدة قريبة للصفر. على الناحية العملياتية أعتقد أنه الأزمة فرزت متطلبات جديدة لإدارتها، وهذه المتطلبات سواء على التوجيه الاستراتيجي أو فيما يخص التخطيط الاستراتيجي للأزمة نفسها، بحيث تمام. هلأ عم تسمع؟ كل ما يتكلم صوتي المسافة أعتقد الآن مش الحال. تمام. أعتقد أنه إحنا حاليا عندنا فرس جديد لطبيعة الإدارة المطلوبة للأزمة على المستويين داخل سوريا وخارج سوريا. فضل. الإدارة على أساس المنطقة الجغرافية الوحدة يمكن هي الحل الأسرع الكام بالنسبة لنا. إعادة الاستقرار، إعادة الاستقرار حتى لو كان نسبي، يعني توقيف عملية الحركة تبع النازحين داخل سوريا من خلال توفير الأكسس لإلهم للاحتياجات الرئيسية الطبية، محطات المياه اللي تدمرت، النقل، وإعادة إنعاش السوق. وهذا احنا شفنا انه توقف الحركة بهذول الأربعة قام هي اللي تفرز عملية الانتقال والنزوح، واللي هي قام تطلب منه موارد إضافية. فيما يخص الشلتر راح احكي لكم، نحن تعاقدنا اول مبارح على 11,000 خيمة وكان وصلان شي 3,000، فاللي قام يخطط انه يشتري خيام فينسق معنا، لانه الخيام راح تصير موجودة، فممكن الاستثمار في الإعادة التأهيل تبع المباني أكثر فيما يخص الخيام. فيما يتعلق بالطرح اللي طرحوه الشباب لغرفة العمليات، أنا أعتقد أنه هي صارت حاجة ملحة جدا سواء داخل سوريا وداخل تركيا. مبارح البيان الحكومي التركي قام يقول أنه هم بما معناه بطريقة مهذبة بحاجة طرف سوري شريك يتواصل مع الناس. احنا بحاجة طرف سوري نشتغل معه فيما يخص اللاجئين السوريين اللي موجودين. فإذا قدرنا نتوصل لمجموعة اتصال سورية تتواصل مع الجانب التركي وهي اللي قادرة تساعد في عملية تسهيل وصول الخدمات للسوريين وأيضا السلم الأهلي، فهذا راح يكون نقطة مرحب فيها ومدعومة. آخر نقطة بدي أضوي عليها، لا يمكن النظر للاستجابة لشمال غرب سوريا بدون النظر للاستجابة للرئة تبع شمال غرب سوريا واللي هي هاتاي وغازين تاب. مثل ما أنتم كلكم تعرفون بارحيات المواد اللي نشتريها نحن من هاتاي ارتفعت كل شاحنة 17,000 ليرة تركية اللي هي تجي من مرسين أو تجي من إزمير، فمعناته الإيرادات اللي موجودة عندنا مباشرة انخفضت بنسبة 20% عن تلبيتها للحاجة، انخفضت وراح تنخفض بالفترة القادمة على المخازين اللي قام يصير. ال- ال- المعامل اللي موجودة في عينتاب وفي هاتاي تصدر 17 مليار دولار سنويا من الاقتصاد التركي. نعم. وتشغل بحدود 35,000 سوري. إذا توجهنا للشلتر الاقتصادي، يعني الشلتر الموجه لعمال المعامل للحفاظ عليهم تيكملوا بعملية الإنتاج، راح نساعد في الإنعاش في تركيا، وبنفس الوقت راح نساعد في عملية وجود المواد الأولية اللي قام تساعدنا في استجابتنا داخل سوريا، سواء البواري تبع المياه والإصحاح، وسواء المعدات تبعات البناء، وسواء المنتجات الطبية. 3 نقاط: مجموعة ارتباط سورية تركية تكون طالعة واضحة، المجموعة تبع التوجيه الاستراتيجي اللي خاصة في الأزمة السورية وغرفة العمليات
هذا شيء موجود. كمان مشاركة المعلومات فيما يخص التخطيط للاستجابة على مستوانا كسوريين هو جيد، الكلاستر جيد ونضل نشارك معه، بس كمان على مستوانا كسوريين. وآخر وحدة الاستجابة على مستوى المنطقة الجغرافية الواحدة وليس على مستوى الأفراد. شكرا جزيلا. عندنا في اثنين، يعني دكتور عبد الرحمن عصام واخونا ياسر السيد، ف سليمان دكتور هاني الاستاذ طيب معذرة ناخذ سليمان لانه منتظر من زمان، هو عنده اقتراح يعرضه علينا باللغه الانجليزيه، واخونا محمد نجم حيترجم. او انا هترجم يعني. يلا تفضل يا استاذ سليمان. تفضل يا استاذ سليمان. برادر سليمان سليمان موجود ولا مش موجود؟ لا مش موجود. نبدا بالدكتور عبد الرحمن او الدكتور أبو ياسر السيد. يا فاطمه برادر سليمان ريدر. لا هل وجدان موجودة أو سليمان؟ عشان لو كانوا مش موجودين ابعث لهم مسج لوجدان يا فاطمة. نبدأ بالدكتور عبد الرحمن. يمكن أنميوت. يمكن أنميوت ناو. أوكي. مين اللي هيتكلم عشان في اثنين كمان، ياسر وعبد الرحمن عصام. الو ناو از ان ميوت يو كان كانت يكون ياسر او عبد الرحمن. طيب اس جو اهيد براذر اف يو اف يو اونلاين. معاك سليمان ولا نبدا بعبد الرحمن او ياسر يا فاطمه؟ طيب عبد الرحمن عصام موجود؟ دكتور عبد الرحمن عصام موجود. اتفضل دكتور عبد الرحمن لغايه ما يجوا الاخرين. تمام ان شاء الله. حضرتك انا دخلت الان فاستمعت فقط يعني ملاحظات سريعه يعني تنقلها ان شاء الله لكن ما كان كل الاجتماع حقيقه يعني خلال لحظه الزلزال حتى الان الواحد مر باماكن كثيره فيها استجابه داخل سوريا وفي جنوب تركيا وفي في في شمال سوريا. النقطة الأولى هي بدأت تحدث للأسف الشديد وهي هدر الموارد بدأ يأخذ حيز يعني، وهذا أمر ملاحظ في أكثر من منطقة، إما بسبب يعني هدف إعلامي أو بسبب ضغوط من مانح أو بسبب يعني إجراءات أسهل في التنفيذ. فعلى سبيل المثال آليات التوزيع رأيناها في تركيا وفي سوريا وفي عدة مناطق تتم بشكل غير ممنهج وغير منظم، فبيؤدي إلى أن الضعيف لا يستلم مساعدة والضعيف لا يصل أي شخص مساعدة تتم بشكل توسيع عشوائي يكون الوضع طوارئ وما فيش داعي للتوزيع. هذا يعني أن إحنا لا نسعى بذلك لأن هذا في العميق فيه ومكان كان نصر أخير الشخص التالي وليس ويعظم بعضهم حق البعض الآخر يعني وهذا أمان عليه. الأمر الآخر في موضوع الوجبات المطبوخة وانتشارها بشكل كبير بالذات في الداخل السوري بشكل أكثر من حاجة بعض المناطق، بالذات مع بداية وضع استقرار نسبي لبعض الناس مما يمكنهم أن هم يطبخوا نفسهم ويكون المبلغ مقدم أو أوفر وأقدر على الاستخدام. وفي سوريا وفي تركيا أغلب الأشخاص النازحة في المناطق فيها خدمات يمكنهم استخدام قوت الشراء، وحاليا بدأت الحمد لله في الإغاثة بعد 3 أيام نوزع قوت شراء قوت بيم في المناطق اللي هي فيها نازحين يعني فيها كرامة للشخص يختار ما يريد يطبخ ما يريد ويعني ياكل ما يريد ويشتري ما يريد بدون هدر شديد الموارد. بالذات ان هذه المرحلة في تمويل وهذا التمويل بيهدر في
في كم ضخم جدا من المشاريع التي لا نقول ليس هناك لها حاجه لكن ليست هي الاولويه القصوى، ولا يصح وليس من الامانه ان نهدر هذا القدر من التمويل فيها، خصوصا ان الاستجابه الداخليه التركيه في كافه المناطق من المجتمع التركي ومن المجتمع الدولي اتجاه تركيا حجمها كبير جدا، بالاضافه للاستجابه المحليه البسيطه من المجتمع السوري والعشائر والاهل المخيمات وفي في فيما يخص الامور البسيطه يقوم به الناس بشكل سريع ومحلي وبدون هدر الموارد المؤسسات، فإذا مؤسستنا تنظر الى موارد الموارد الاولويه القصوى، لان كمان يعني الله اعلم اسابيع او شهور ستنتهي الدعم وقبل الدعم يجب ان نحو الأمر في نقطة الأولى في نقطة الأولى في نقطة الثانية هي الردود للرغبات المانحين بسبب شديد برضو واضح في ضغط من المانحين كثير بسبب الأمر صعوبته وقسوته وشدته ومشاهدة الدمار وحالات الضحايا كل هذا اللي يخلي الكثير من المانحين الكثير من الداعمين يرى ما يرى ويفكر بعض الصفحة. وهذه العاطفة تضغط باتجاه تنفيذ شيء هو يراه مناسب وليس هو الأفضل على أرض الواقع. أنا في الأيام الماضية يعني تناقشت مع عدة جهات ورفضت منح كثير بسبب ناس لا تفهم أولويات. أفضل أن نرفض المال على أن نأخذ مال بسبب ضغوط ونصرفه في غير محله. هذه مسؤولية وأمانة من الله عز وجل. الشخص اللي بيقبل مال ويصرفه في غير محله طبقا لرغبة مانع لا يريد أن يفهم هو شخص شريك في هذا الاسم وشريك في هذا المال. يجب ان يعني يكون هذا الموقف واضح من الجميع وخاصه من الجميع بحيث المانع فاكر يا جماعه المانع لا يجب ان يعرف نحن نكون واضحين نحن الان الاولويه 1-3-4 ليست الاولويه في ما يريد المانع الاولويه هي على ارض الواقع. وهذا للاسف الشديد يعني اراه بعيني والله في سوريا وفي تركيا. وان كان في تركيا يعني أقل. يعني في حجم التمويل يسمح بهذا المال، لكن في سوريا والله العظيم احنا سنين بنعفى عشان نجيب الفلوس اللي بتقبل الان، سنين بنعفى. فالان استغلالها امانه ما بعدها من استغلال الامثل على المدى البعيد. فموضوع ان احنا نكون واضحين مع المانحين بقوه واحده وصيغه واحده احنا تسريبنا موحده من الان لا يصح ان احنا نقدر نقول على هذه الامور يا جماعه الهدف واحد ترى مع نظره هذه. النقطه الثانيه نقطه الجرأه وقول الله للشخص المانع، وهذا ربنا عز وجل اللي بيتقي الله عز وجل فهذا الامر والله ربنا بيفتح عليه الخير من ابواب، ليس الخير فان ياتي لك مال حتى لو يعني ممكن يكون هذا المال يسبب لك ضرر يسبب لك مشاكل ويجي لك بعد تحقيقات وبسبب اليه التوزيع والتنفيذ وكل المشاكل اللي تتعلمون فيها. ممكن ربنا عز وجل يفتح لك باب تمويل محترم يضمن لك تنفيذ على نحو الاكتفاء. فنوع النقطه الثانيه رغبات المانحين والتعامل معها. النقطة الأخيرة المهمة جدا جدا للأسف الشديد أيضا أنا تركتها هي أهم نقطة. نحن يجب أن ننظر نظرة كلية. لا إحنا الآن نتعامل مع أزمة ضمن أزمة، أزمة صغيرة ضمن أزمة هائلة. لا يصح بأي حال من الأحوال أن يجي مانح يقول أنا عايز أدخل أيتام الزلزال. لا يصح أن يجي بأي أحوال مانح يقول أنا عايز أبني بيوت متضررة الزلزال. هذا غير مقبول. يجب أن يكون المانح وكل شخص يجمع أموال يعلم انه يتعامل مع سوريا مع ازمه ضمن ازمه. لا يمكن ان اتي لاسره فقدت بيتها مع كل الظروف الصعبه اللي نراها والله وعشناها وعينينا وايدينا وحسيناها وشميناها. لا يمكن مع كل هذه الظروف اللي غلط بيها خلال اسبوعين اجي اعمر بيت واحد فقد بيته خلال اسبوعين واترك شخص صار له 8-9 سنين حفيان بردان جوعان بيصلح الخيمه كل شتاء ويتوسل ان ابني له بيت. نقول لا الفلوس جايه للزلزال. هذا الامر غير مقبول اطلاقا، هذا امر يضر اكثر ما ينفع ويخلق ازمه يعني ازمات داخل المجتمع وليس من امانه ولا يعني هذا امر يجب ان يكون واضح لكل المانحين. هذا هذه رساله يعني الاسبوع الماضي اكثر من جهه اتصلت عليهم طب الايتام الثاني هذا اللي بقى له فتره مبني هذا. مين هذا اللي ينفذ؟ مين هذا اللي يتم رعاه؟ طب والفقير اللي هو ما فقدش بيته في الزلزال والان هو سيقوم الان؟ احنا بنتعامل مع ازمه داخل ازمه. لا يجب ان ينظر اليها بهذا الشكل ولا تقسيمها بهذا الشكل الزلزال وننظر اليها على النظره الكليه، فنقطه ان احنا ننظر الى الازمه الكليه والاستجابه الكليه وعلى الخطط البعيده المدى وليس الاستجابه السريعه وانفاق المال وهدره على هذا الوقت سواء كان رغبات مانحين او اي شيء. فاتمنى ان هذه نقطه يعني تراعى ويكون موقف جميع من يعمل عمل خالص لوجه الله عز وجل موحد في هذا النطاق.
والا فاحنا بنضر اكثر ما ننفع وسنحاسب على هذه الاموال من الله عز وجل وكل من شارك فيها. وهيجي وقت بعد كده حتى لو يعني لسه حساب عند الله عز وجل مش الان، هيجي وقت هنندم فيه على اموال هدرت وفرص ضيعت ومشتريات تمت بشكل سريع واهدرت فيها اموال وتوظيف دم. كل امر اتخذ بشكل عاجل تمام مبرر في الوقت الاول، لكن خلاص احنا الان اسبوع اسبوعين الامور هتستقر، فعشان نستمر بهذا الشكل ما استمرش. فهي التالي نقطة اللي كنت حابب أطرحها، وإذا بغلقنا هذا الدعوة إن شاء الله نبقى معي الدكتور، لكن لازم شكرا. شكرا دكتور عبد الرحمن، مسؤول الإغاثة الإسلامية في تركيا وفي سوريا إن شاء الله. نعم سليمان، لأنه من كينيا في أخونا ياسر محمد في حلقة تانية، فبنستسمح اخونا ياسر انه يسمح لاخونا سليمان انه يتكلم، عنده اقتراح. هل في دكتور محمد عبد الفتاح وصل ولا ما وصلش؟ فتفضل اخ سليمان. سليمان بس سمعنا صوته كده. سليمان سليمان يس 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 وعليكم السلام. تفضل. I'm very sorry I have to apologize because I'll be speaking in English. I hope that's okay. Yes, tfadda tfadda. I if I could also ask you to, yeah, I'll just share my screen as well if you can confirm that you can see it as well. Screen, you can share screen. Yes, please, you can, and please step by step so I can help in translation. Okay, thank you very much. I'll try and speak quite slowly, but thank you very much for having me. I'm very happy to join all of my colleagues today, in this noble cause, and joining the previous speakers in extending our condolence to all the victims of this tragedy. My name is Sulaiman Abdullahi, and I work at the Network for Empowered Aid Response as an innovative financing advisor. I'll start by telling you a little bit about NEAR. We're a Global South network of local civil society organizations who are working to improve and reform the aid system. And we envision a world where local communities have the necessary support and the resources that they need to address the challenges that impact them. طبعا انا اسمي سليمان، وانا اشتغل مع مجموعه الادفايزري لشبكه نير، وشبكه نير هي شبكه تعدنا في عمليه تقويه المؤسسات المحليه المستجيبه، ونحن لدينا رؤيه عالميه فيما يخص انه المجتمعات المحليه لديها الموارد والوكالات التي تسمح لها بالاستجابه للتحديات التي تؤذيها. What is this new aid system that we would like to see? We want to see a system that prioritizes accountability to affected community and not to donors. We want to see dignity in the aid system. We want to see trust in local organizations. And more importantly, we want to see local organizations that are often the first responders, not just getting the funding, but getting investment to make sure that they themselves have the necessary capacity to continuously support their communities. أول شغلة نحن النقطة الأولى أن يكون هناك استجابة إنسانية تركز على الكرامة dignity. النقطة الأخرى أن يكون هناك مساءلة فيما يخص حقوق المستفيدين من البرامج الإنسانية. النقطة الثالثة أن تكون هناك مؤسسات في الخط الأول محلية قابلة للاستجابة تنال ثقة. النقطة الثالثة أن تكون هذه المؤسسات في الخط الأول يوجد ليس فقط تمويل إلها وإنما استثمار أكثر فيها. Thank you very much. And so NEAR is a movement of global South organizations. Directly we have 190 members. However, we also work with local and national networks made up of local organizations that end up numbering 10,000 organizations in Africa, the Middle East, Asia Pacific, and Latin America and the Caribbean. إننا نير هي حركة شبكة متقادمة من الجنوب، من جنوب الكرة الأرضية، وهي فيها 190 مشترك
اللي موجودين فيها، وتقوم بالتنسيق ليس فقط مع المؤسسات المحلية وأيضا المؤسسات الدولية، وتصل شبكة التواصل تبعها إلى 10,000 مؤسسة موجودين حتى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط. We understand that, you know, a large-scale crisis like this requires the response from everyone that's able to help, whether it's individuals, organizations, governments. However, our message has been that the priority support has to be to local organizations. Why do we say local organizations? One, because local organizations are always present in this area before, during, and after this crisis. They're accountable to the communities that they serve. And more importantly, they're led by people who understand the context, the challenges, the difficulties, but also the opportunities. Yes. لماذا نحن نركز على المؤسسات المحلية؟ بسبب تواجد هذه المؤسسات المحلية قبل وخلال وبعد وقوع الأزمة. أيضا أنهم مساءلون باتجاه المجتمعات التي يقومون في عملية الاستجابة لها، وليس مساءلون للجهات المانحة. النقطة الأخرى أنها تدار من قبل الناس الذين يعون ويعرفون الاحتياجات في المجتمعات التي يتواجدون فيها، من ناس محليين، led by national of the country، من الناس المحليين. Sure. And so at NEAR we work on, I will be very, very quick on this slide because it's not the most important part of this discussion, but currently in our work we work on influencing policies in the aid system. We work on making sure that local organizations in the Global South can share knowledge, share information and learn from each other. But equally importantly, we have also been working on launching new financing mechanisms that are more inclusive, that are more efficient, that allow local organizations to have the necessary resources that they need. تمام. نحن نعمل على ثلاث نقاط. الأولى هي متعلقة في السياسات، المتعلقة في عملية توزيع عملية الاستجابة الإنسانية، السياسات المتعلقة في الاستجابة الإنسانية. النقطة الأخرى هناك تبادل، هي فرصة لتبادل الخبرة مع المؤسسات المستجيبة في جنوب الكرة الأرضية، وأيضا هناك محاولات لإيجاد آلية تمويل يخص آلية تمويل جديدة تخص عملية تمويل المشاريع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. تفضل. So in response to this crisis, working very, very closely with our partners, the Syrian Networks League, we have launched and activated a mechanism called the Syria-Turkey Solidarity Fund. This is a funding mechanism that is focused on local organizations, that is very agile, that is designed to support very, very rapid, to provide rapid support to communities that are affected by this earthquake, both in Syria as well as in Turkey. The management of this fund will be by SNL. We will provide technical assistance. Through the funding mechanism that we have, we're able to provide funding to local organizations within 72 hours of them submitting a request. This is a very, very new mechanism that we have just activated. We're currently receiving ongoing commitments for funding. Just yesterday, we had a commitment from our partners at the Hilton Foundation, but we're also actively mobilizing resources that can go into this fund to go to local organizations. Yes, نحن نعمل على 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 مشروع مع الـ SNL، شبكة رابطة الشبكات السورية، من أجل وضع آلية للتمويل المتعاضد للاستجابة في تركيا وسوريا، سوليداريتي المتعاضد للاستجابة السورية وتركيا، وأنه هذا التمويل سوف يكون يسهل للمؤسسات السورية بالوصول للتمويل خلال 72 ساعة من خلال آلية محلية. سوف نقوم بتوفير الدعم التقني لهذه الآلية المحلية لتستطيع أن تستجيب، ولدينا معلومات أو لدينا استجابة إيجابية مثل هيلتون فاونديشن لأبدو اهتمام أنهم راح يدعموا هذه الميكانيزم. Yeah. The most important thing to remember is, unlike, you know, the current aid system, where whether it's the UN organizations or the international organizations, where decision making and power and influence is held by a few people, the idea behind this mechanism is that local organizations themselves make the decision. It's their peers, it's their colleagues that are making this decision. We at NEAR have no decision making capability whatsoever on this fund. The idea is for peers to make grants to their peers because they understand the context and the situation better.
الجزء المهم والجزء الجذاب في هذه الآلية أنه نحن متعودين أنه الآلية في الأمم المتحدة والآلية لدى المانحين تعتمد على مجموعة من 4 أشخاص أو غيرهم ليتخذوا القرار. نحن نحاول هنا في هذه الآلية الجديدة أنه نخلي المؤسسات المحلية هي تتخذ القرار بنفسها، فإعطاء القرين للقرين المساعدة، البير تو بير، القرين للقرين المساعدة في اتخاذ القرار، هو راح يكون أسهل وعن أكثر دراية. And so the objectives of this fund is number one, as we're all gathered here, is one, to provide immediate and sustained assistance to communities. Equally important is to build a network of solidarity among humanitarian actors. Thirdly is to support effective coordination. And fourthly is to promote South-to-South solidarity in cases like this. And as we have seen already in this crisis, a lot of the immediate response to this crisis has come from neighboring countries, has come from other countries in the global South. We want to promote this practice that, resources, whether financial or in kind, can be mobilized from within us, amongst us, to support communities that are affected. الهدف البعيد من هذه الآلية تبع التمويل إنه هي توفر تمويل فوري يساعد على الاستجابة وفي تقديم المساعدة الإنسانية في سوريا وتركيا. النقطة الأخرى بناء شبكة من التعاضد أو التضامن في العاملين في القطاع الإنساني والمؤسسات المحلية المستجيبة للأزمة. النقطة الثالثة دعم أداة التنسيق وتعاون بين المؤسسات الإنسانية العاملة. الثالثة هي آخر وحدة هي أيضا دعم التعاضد بين المؤسسات العاملة جنوب الكرة الأرضية Solidarity for South to South Organization وأيضا التوعية Awareness. Go ahead please. And so very importantly, how does this fund work? It's two very simple steps. Number one, applicants, who I will speak about the criteria in just a minute, submit only just 1 to 2 pages indicating where they're working, how many staff or volunteers they have, what areas they're prioritizing, as well as a very simple budget breakdown. As I said earlier, this decision making is done by an oversight body selected by SNL, and applicants receive the decision within 72 hours of submitting a request. انه انا ما راح افوت بالكرايتيريا تبع عمليه كيف ستحصل على الفند، لكن راح اشرح لك انه كيف راح تحصل على الفند. انت تعمل من صفحه او صفحتين بروبوزل سريع وتحط فيه المعلومات تبع الموظفين والفالنتير اللي راح يعملوا والمنطقه الجغرافيه ذات الاولويه ونوع الاستجابه اللي انت راح تقوم فيها، وبالاضافه لهالشيء لازم ما يكون الكلفة الخاصة في العمليات أكثر من 12% وكلفة الديوتي أوف كير فور ستاف إنه هي 3%، وبعدين رح يتم الديسيجن من خلال مجموعة المراقبة ورح تتم العملية خلال 72 ساعة. والإسن إل اللي هي رابطة الشبكات السورية هي صاحبة القرار فيها. And so in the next 90 days, SNL and the members that make up SNL have agreed on the criteria, built consensus. One being the registration in Turkey so that they're able to access this funding quite quickly. Being able to demonstrate that they've been working in affected areas in the last 6 months, having the necessary staff, being able to quickly implement, being able to have access to transfer cash. And of course, on the Turkish side, priority is given to members that are located and are working in Turkey. And also, the comprehensive due diligence, which is both comprehensive but at the same time simplified, because at this point, we are advocating for trust-based funding. The fact that local organizations should not be made to go through very lengthy processes to access funding during this critical time. طبعا هو كان يحكي انه عن ديو ديليجنس، عن تقييم الاحتياجات تبع المؤسسات راح تكون ميسره، وراح يكون انه هي لازم تكون مسجله في تركيا، وانه هي عندها تاريخ من العمل في عمليه الاستجابه يفوق 6 أشهر، وعندها 50 ما بين عمال ومتطوعين، وعندها قابليه لتنفيذ المشاريع ليس لاكثر من 14 يوم، وعندها قدره على نقل الكاش من خلال البي تي تي في المناطق المتضررة، أو الـ implementation in the affected area in Turkey
لازم يكون في عندها الموافقة على تواجد أعضاء أتراك موجودين، ولازم يكون عندها معيار واسع من تقييم قدرات المنظمات التي تمت. أخ سليمان عشان بس الوقت. I'll just go very quickly. This is a monitoring mechanism. Last year, we activated what's called the NIA Change Fund, and the NIA Change Fund was focused on a similar, premise, which is, you know, to provide funding or resources to local organizations that are responding to crisis. And so, in 2021, we were able to, you know, through this mechanism, make 10 grants in 12 countries. 12 grants in 10 countries. Using the same criteria, 72 hours from when a crisis happens, whether it's the famine in Somalia, the flooding in Pakistan, malnutrition in northwest Syria, and so on and so forth. And so we're using this similar mechanism and the infrastructure that we have already built up to make sure that the Solidarity Fund is able to move quite quickly. تمام، انه نحن قام نستخدم نفس الميكانيزمات اللي استخدمناها مع بعض الاستجابات مثل التي كانت بالصومال، وقام نعيدها لنستفيد من نفس الخبرات اللي موجوده، واحنا راح نكون الراقب، راح نعتمد على التقرير مراقبه الازمه الاول لاختيار المناطق الجغرافيه اللي ضررت، وبعدين راح يكون في عندنا توزيع للاربع منح اللي راح تكون موجوده، اللي كانت موجوده في شهر مارس 22، وبعدين راح يكون عندنا الديكلاريشن الاوفر سايت بودي اللي هو عمليه التعرف للجهه المشرفه، وبعدين راح يكون كان عندنا اللاست جراند اوورد في جون من العام 22. سليمان، I'm worried that we are over the time and the people here here looking to me in very strange way. So please go last one. No problem, this is the last slide. Yeah, please. What we learned from that, from activating the Change Fund and now focusing on the Solidarity Fund, is that we need to focus on funding local organizations. And when we fund local organizations, that means that we have more access. It means that we're able to spend resources more efficiently, and we're able to unlock even more resources because local organizations know where to spend the least amount of money to create the greatest amount of impact. This is something that we're very, very happy to share with you. And so I'll just leave this last slide with our contacts. Thank you very much again for having me. Shukran jazilan. Thank you, Sulaiman. Sulaiman was explaining that this is a flexible fund to go to the local organization. It will help Arabic, to Arabic, fast. Arabi. سليمان قام يقول انه هذا الفند السهل الوصول له راح يكون ييسر للمؤسسات المحليه انه هي تستجيب بشكل سريع، وانه هي يكون في عندها قدره على خفض التكاليف، وانه هي ما انا مضطر تخترع العجله من جديد مشان عمليه التمويل، وانه ما هي تستجيب وفق الواقع اللي موجود على الارض. وفي بالسلايد الاخير معلومات التواصل اللي خاصه في نير. شكرا 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 شكرا. اخونا ياسر السيد اخرنا عليه جدا. ياسر موجود؟ تفضل يا ياسر. معلش اخرناك، ربنا يبارك فيك. تفضل يا ياسر. الله يكرمك جميعا، الله يكون عافيه. انا لا اخذ نصت الاجتماع كثيرا، لكن اعتقد انه المعظم اكد على ثلاث نقاط مهمه، وهي التنسيق والمناصره والحلول العاجله غير العاجله، يعني او الدمج ما بين الحلول العاجله والاجله يعني. وأعتقد من كلام الإخوة والأخوات جميعاً يعني هناك كثير من الأمثلة التي يعني تعكس عكس هذا، يعني عكس التنسيق وعكس المناصرة وعكس الحلول الآجلة يعني. وأرى أنه من هذا الاجتماع بوجود الإخوة والأخوات أنه نخرج بحلول ونخرج بمقترحات عملية وتطبيقية مباشرة لهذه الثلاث نقاط. موضوع التنسيق وغرفة العمليات الموحدة في سوريا، ويعني التنسيق داخل تركيا بين المؤسسات، هذا مهم جداً وأصبح ضرورة برأيي. موضوع المناصرة والتحرك بشكل عاجل في هذا الموضوع، وأيضا النظرة الآجلة والاستراتيجية للحلول والعلاج الأزمة. أعتقد أنه ربما من هذا الاجتماع يعني إذا خرجنا بمجموعة حلول لهذه الثلاث نقاط سنتجاوز كثير من المشاكل اللي احنا نواجهها الآن بشكل كامل، وسنتجاوز الرد الطارئ لعشرة بداياتنا وإطفاء الحرارة زي ما سموه الشباب يعني. النقطة الثانية هي وهذا حديث دار أمس مع الدكتور كتير وغيره من المؤسسات، ووضوع المؤسسات الموجودة في هاتاي والتي تبحث عن مكان آخر
ومعظم الناس الآن تنظر إلى عنتاب غازي عنتاب على أنها المحافظة التي يمكن الانتقال إليها. وأنا أفكر في هذا الموضوع وجدت أنه ربما يكون نعم هو الحل الأمثل عند غازي عنتاب، لكن يعني أود التحديد من نقطة جدا مهمة وهي عدم تمركز كل المؤسسات والجمعيات في عنتاب، لأنه إذا صار لا سمح الله شيء في عنتاب مثل ما صار بهاتاي ستخرج كل المؤسسات عن العمل، يعني ستكتر كله حيخرج عن العمل يعني. فأرى النظر بطريقة مختلفة لهذه المسألة والبحث عن عدة أماكن متفرقة يمكن المؤسسات أن تكون فيها. النقطة الأخيرة وهي عدم يعني ما ننسى في عملنا إخوتنا الأتراك اللي ضرروا من الأزمة من هذا الزلزال واللي نحن وياهم مشتركين في الهم الآن. حبنا لو يعني نخصص نسبة معينة من مشاريعنا لداخل تركيا، يعني سواء السوريين داخل تركيا أو حتى الأتراك أنفسهم، وربما تكون هذه بادرة خير وفرصة خير للعمل مع الأتراك ومبادرة من طرفنا لخدمة المجتمع اللي آوانا وآزرنا وما زلنا نعمل من خلاله وداخله. هذه ثلاث نقاط سريعة وجزاكم الله خيرا. طيب تفضل دكتور. تفضل. لا تعال هنا يا استاذ جمانه. خليك جنب اخونا محمد نجم. محمد. لا. طيب الله يعطيكم العافية. عودة على بس دعم الكوادر، يعني أنا كل ما كنت أسأل زميل من زملائي يعني على مستوى السيو أنه ليه نحن ما منطالب المانحين بأنه يكون في تخصيص من لدعم هؤلاء الكوادر، يعني جزء كبير من الكوادر فعلا هي تفرقت بعدة ولايات لما بيساعدونا على حقيقة على إنشاء أماكن آمنة لهؤلاء أو دعم أماكن آمنة لهؤلاء الكوادر سواء كانت بفنادق أو طبعا بولايات أخرى هي آمنة. ما معقولة أبدا نحن يعني نفرض على أي حدا من كوادرنا أنه يشتغل وحدا من أهله هو قد يكون بخطر أو عم يتحمل الهزات الارتدادية اللي هي لم تنتهي إلى الآن. يعني ما في أول أمس كان في هزة بالريحانية، كل الريحانية يعني طلعت على بكرة أبيها صارت بالشوارع. فليه نحن يعني مستسلمين تماما أنه ما في أي مانح بيعطي خاصة الأوتشا؟ فليه نحن ما بنضغط بشكل جماعي على قضية أنه طلب تمويل مخصص فقط للكوادر؟ إذا برأيي نحن كلياتنا يعني كمجموعة طالبنا بشكل جدي ربما عبر ترابط الشبكات وموقع عليها كل السي او للمؤسسات، وأنه إذا ما تم دعم هذه الكوادر المشاريع اللي هي قيد التنفيذ الآن والموقع في خطر، وهذا حقيقي بصراحة نحن مش عم نبالغ. هذا واحد. الأمر الآخر قضية الإغاثة السوريين داخل تركيا، خليني نبه لشغلة وخاصة لأخونا عبد الرحمن من إسلامك ريليف. خليني أقول لك شغلة، صحيح هناك إمكانيات ضخمة جدا قدمت إلى تركيا لمساعدة الأتراك وهذا شيء جميل، نحن جدا مثمنين لكل المساعدات التي تأتي إلى تركيا، لكن خليني يكون واضح تماما أمام الجميع لا يوجد أي من هذه المساعدات تصل للسوريين، وهذا ما أكده كل الولاة في كل المناطق، لم يأتي ولا ليرة واحدة لأي سوري نازح، لا توجد أي مساعدات، ليس لأنهم لا يرغبون وإنما لأن حجم الكارثة لديهم بالكاد تغطي احتياجاتهم الطبيعي أنه يستجيبهم للأتراك خاصة وهم يعني مقبلين على انتخابات فإلهم ترتيباتهم الخاصة. بكل وضوح طلب من المؤسسات المتواجدة في تركيا أن تقوم هي بهذا الدور. بالتالي نحن عم نحكي عن آلاف آلاف الأسر في مرسين، في أكسراي، في بورصة، في أضنة، هي بكل معنى الكلمة بالشوارع. يعني آخر أسرة تكلمت معي قالت لي إحنا في حظيرة بقر، فاللي بيقولكم أنه هناك شيء يقدم، الشيء الوحيد اللي عم تقدمه الآن حكومة تركيا هي تسهيلات التنقل البري وأيضا إعطاء السوري إذن سفر مدة شهرين في المناطق التي انتقل إليها بشكل مؤقت. الآن يوميا تصلنا مئات المكالمات
تطلب شيء واحد، نرجوكم نحن بحاجة إلى مكان للإيواء على الأقل الأطفال والنساء. أريد أيضا أن أنوه إلى قضية خطيرة جدا، هي قضية الأيتام الذين كانوا في مراكز الإيواء. في عنا أكثر من مركز دمر بالكامل في الولايات الجنوبية، هؤلاء الأيتام نقلوا لبعض الولايات الآمنة لكنهم ليسوا بأماكن جيدة، هم يعني بأماكن ليست مناسبة للأطفال هي حاليا، فهم بحاجة إلى إيواء جيد، خاصة نحن عم نحكي عن أيتام غير مصحوبين من أهاليهم. أضيف لهؤلاء الأيتام أيتام جدد الآن تم استخراجهم من تحت الركام بدون والدين، فبالتالي صار في عنا مجموعة جديدة من الأيتام. يعني أنا شخصيا أحصيت هنا في إسطنبول حوالي 150 يتيم في أحد مراكز الإيواء في إسطنبول الأسيوية في مزرعة، فهي ليست مهيئة أبدا لاستقبال هذا العدد الكم الهائل من الأيتام، بالإضافة إلى دعم مشرفي دور الأيتام. يعني عندنا خاصة النساء المشرفات على دور هذه الأيتام هم أنفسهم متضررين جدا، أنا بعرف مشرفات توفوا وهم من الكوادر التي تشرف هذه المراكز، فبالتالي أنا بحاجة إلى دعم طارئ وعاجل وسريع جدا لمشرفات دور الإيواء ودور الأيتام حتى يبقوا مستمرين مع الأيتام. نحن طلبنا حاليا من هذه النساء أن تأتي بأطفالها وتضيفها على المراكز الحالية، بالتالي هي الآن يعني تحمي أطفالها وتحمي أيضا الأيتام الموجودين. قضية أنا حابة كنت من أخونا سعد إذا كان هو موجود يحكي عن التجربة اللي صارت مع المناصرة لقضية الدفع مارتن لأن ينزل إلى سوريا بدلا أن يعني يكون المقابلة في مرعش. هذه تجربة هامة جدا، كيف استطعنا أن نتحد أن نرفض تماما أي اجتماع له علاقة بالاستجابة السورية في شمال سوريا أن يكون هذا اللقاء في مرعش، والضغط على مارتن لأن يكون اللقاء على معبر باب الهوى. هذه تجربة جيدة يجب أن تعمم ويجب أن نبقى متماسكين في مطالبنا بحيث ما نتراجع أبدا ولا نخشى، هم بحاجة إلينا وهم يخافون الآن حقيقة من التماسك هذا الموجود، فبالتالي أفضل شيء ممكن نعمل الآن هو التماسك وأن نكون على رأي واحد. ما في أي شيء يمنع الآن الأخوة مدراء المكاتب المنظمات في الداخل أن يعني تدفع من قبل البورد أن يتم إنشاء غرفة مشتركة في الداخل السوري. هناك العديد من المؤسسات يمكن أن تهيئ مكان مخصص لغرفة ساخنة، غرفة طارئة يعد لها كوادر بحيث أنه تبدأ حقيقة عملية التنسيق ما بين المؤسسات لمنع الهدر الذي ذكره أخونا عبد الرحمن. آخر شيء خليني أقول، هناك ملايين الأطنان وملايين المساعدة ستأتي من الكويت وقطر وهي ليست موجهة، يعني خلينا نقول هم يعني يجمعون وفق ما يرون عبر الإعلام والبعض منهم كان على الأرض، لكن هم يعني الآن يستجيبون. نتمنى نعم نتمنى أن تكون الاستجابة هي وفق الاحتياجات التي ترفع من المنظمات في الداخل. نحن لا نمانع أبدا أن يكون هناك اجتماع عالي المستوى ما بين المؤسسات الداعمة في الخليج والمؤسسات التي تعمل على الاستجابة السورية والتركية بحيث يكون هناك يعني الاحتياج أو خلينا نقول الدعم يكون تماما هو وفق الاحتياج وليس أن يكون بشكل عشوائي. أنا انتهت. شكرا أخت جمانة. أنا أركز على آخر نقطة قالتها جمانة اللي هو يعني نحن نريد ما نحتاجه سواء كان غذاء أو كساء أو إيواء، ونرجو من المانح كما تحدث من قبل الدكتور عبد الرحمن عصام كمية الإهدار لعدم التنسيق وعدم معرفة احتياجات المجتمعات المنكوبة بنكبتين، نكبة النزوح واللجوء نتيجة للصراعات المسلحة، والنكبة الأخرى نكبة الزلزال. فأرجو أرجو أرجو لمن يسمعنا ولمن يريد أن يسمعنا ألا نرسل أشياء لا نريدها، ألا نرسل أشياء لا نريدها. إحنا من عام 2016 كنا بالنادي دائما إننا مش عايزين سلة غذائية، عايزين نأهل المجتمع السوري، وما زالت السلة الغذائية قبل الزلزال توزع بطريقة غير عادية فتباع في الأسواق.
الآن معنا الدكتور عبد الفتاح محمد. موجود الدكتور عبد الفتاح؟ محمد عبد الفتاح؟ دكتور من قطر، افتح التليفون ولا افتح اسمه ايه؟ افتح المايك. مش موجود هو معنا هنا؟ الأستاذ سليمان كينيا هي من الإغاثة الإسلامية؟ لا، من نير، مؤسسة نير، شبكة نير. دكتور عبد الفتاح محمد، مين رفع ايده؟ ياسر مسرات. ومين تاني؟ أبو محمد. طب ياسر مسرات يبدأ؟ تفضل يا دكتور يا أخ ياسر. وبعدين دكتور عبد الفتاح محمد يجي لنا عشان هو هيتكلم عن شيء مختلف. تفضل يا ياسر. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الصوت مسموع؟ مسموع. عندي شوية ضعيف. تفضل. طيب، أنا ما حضرت الاجتماع أو اللقاء من أوله، فمداخلتي ممكن أن تكون مكررة، لكن أرى والله أنه من الضروري جدا أن نتضامن أولا مع أنفسنا، وثانيا مع الأخوة في الدفاع المدني الخوز البيضاء. الخوز البيضاء والمجتمع المدني السوري تعرض لخزلان حقيقي من الأمم المتحدة. تأخر في الاستجابة، بيروقراطية، استجابة غير مناسبة للحالة، كل هذا يعني ممكن نحن نفهمه في ظل يعني ترخل الأدوات المستخدمة في الأمم المتحدة. لكن أن يتم الإساءة للمنظمات السورية والقبعات البيض والخوز البيضاء في الاجتماعات التي عقدت بعد الزلزال، وأن يتم تهديد المنظمات إما أن تسكت وأن ينتهي أنينا كما انتهى أنين المدفونين تحت الأنقاض، وإما أن تقطع المساعدات عنا كما ذكر الأستاذ رائد الصالح حرفيا على الإنترنت. الاجتماعات التي دارت بينه وبين الأمم المتحدة بعد الزلزال كانت تتضمن عبارات تهديد لا والمنظمات السورية، إما أن تسكتوا عن أفكار الأمم المتحدة أو سوف تعاقبون كما ذكر رائد الصالح بالضبط على الإعلام والمقطع موجود ومنتشر. فأنا ينحق والله من الضرورة الأخلاقية والواجب الإنساني أن نقف معا ونقول لا لهذا التعامل من قبل الأمم المتحدة، لا لهذه السلطة الغير إنسانية التي فرضت على رقابنا، ونطلق حملة احتجاج يوم أو يومين أو ثلاثة. منظمات سورية، منظمات عربية، منظمات دولية، الخوز البيضاء أنفسهم، المشتق السوري، الشبكات المحلية، الشبكات الإقليمية، المؤثرين في المجتمع، حملة ترسل رسالة يعني قاسية للأمم المتحدة ولمؤسسات الأمم المتحدة وتعاديها أمام الناس. لأنه والله حدث جلل ولا يمكن أن يمر هذا الحدث بدون أن نأخذ منه موقف. وجزاكم الله خيرا. دكتور محمد عبد الفتاح. انت قلت انك دخلت. السلام عليكم. عليكم السلام. حسن حداد من استاذ عبد الفتاح. انا ناشط في الكويت، ناشط متابع للجمعيات الاغاثيه. انا بتمنى ان الان طرقتوا موضوع جدا مهم وهو التنسيق. اتمنى انشاء اتحاد للمنظمات التي تعمل على الارض حتى يكون صوتها واحد وحتى تضغط على الداعمين. على سبيل المثال، عندما تاتي جمعيه من الجمعيات وتطلب شيء معين ثم نكتشف انه هذا الشيء موجود في الارض وهناك تخمه فيه. الان نحن نريد اتحاد للجمعيات التي تعمل على الارض حتى يخاطبها الداعم بقوة، وحتى تخاطبه أيضا باحترام وهو يخاطبها باحترام. الأمر الثاني، أتمنى مثل هذا الاجتماع الآن على زوم أن يكون اجتماع مع الداعمين حتى يسمعوا هذا الكلام الذي يقال. هم لا يعرفون هذا الكلام ولا يصلهم هذا الكلام. وهناك بعض الأخوة ذكر أن الداعمين يضغطون. الداعمين هم متعاطفين معنا، هم متأثرين فينا، لكن لا يعرفون ما هي القواعد. يجب علينا أن نقدم لهم أننا الآن لسنا بحاجة للسنة الإضافية على سبيل المثال، الآن بحاجة للوقود، الآن بحاجة للخيام، الآن بحاجة للبناء. ماذا بعد الزلزال؟ الزلزال ربما تنتهي أزمة الزلزال بعد أسبوع أسبوعين. طيب ماذا عن البناء؟ ماذا عن إعادة الإعمار؟ هل كل هذه الأموال المليارات التي جمعت ستكون فقط للإغاثة العاجلة؟ ماذا عن الخطة المستقبلية؟ ماذا عن متى ستنتهي الخيام؟ على سبيل المثال، الآن في الشتاء
يجب أن نضع خطة أن لا يمر الشتاء القادم الذين تضرروا من الزلزال أن يكونوا بخيام. فأنا أتمنى أن يكون لنا صوت واحد وأن ننشئ اتحاد. هذا الاتحاد يعنى بالتنسيق ويعنى بمخاطبة الداعمين، لأنه ما بيمشي الحال. إحنا بعد 12 سنة وإلى الآن سمعت الإغاثة سيئة بين السوريين، أقولها بكل ما نقرأ وما نسمع، سمعت إغاثة أنها مطعون فيها، مضروب فيها. فأتمنى أن يكون في هناك تنسيق واتحاد، وهذه الغرفة الآن ممكن أن تنشأ من ورائها منظمة تعنى بالاتحاد. وهنا عندنا في الكويت هناك شيء اسمه اتحاد الجمعيات الخيرية للتنسيق بينها. نأخذ هذه التجربة من الكويت ثم نطبقها على الأرض. وأؤكد على موضوع أن يكون هناك الداعي يسمعنا، الداعي يعني لا يفرض علينا، لا يفرض علينا بعواطفه أو من قبل الأفراد. ما يشاهدونه بالتلفزيون قد يكون هو لدقائق المشاعر، لكن على أرض واقع لا يكون صحيح. فأتمنى أن يكون في تنسيق من أجل مخاطبة الداعمين، وأن يكون هناك حلقة أو مؤتمر ينظم عبر الزوم عن طريقكم يا أستاذ يا دكتور هاني للداعمين وكذلك المستفيدين. شكرا لكم، جزاكم الله خير. أخ حسن، هل الدكتور عبد الفتاح دخل ولا لسه؟ دكتور عبد الفتاح، انت قلت انك دخلت. دكتور عبد الفتاح محمد من قطر. طيب حد تاني غير دكتور عبد الفتاح؟ محمد بس يمكن يقول باسم الحقيقة. طيب في حد تعلم لي شيء؟ طيب حرف الاتش من هو حرف الاتش؟ ممكن ها حرف الاتش اتش في مداخلتين في حرف اتش مش عارفين من هو حرف اتش. حسن السلام عليكم دكتور. حسن اسبانيا، تفضل يا حسن. طبعا انا يعني بقدر المشاعر اول شيء تعزينا للجميع. انتوا اقدر ناس على تحديد حجم الكارثه والمطلوب، ولكن اسمحوا لي احكي انا من وجهه نظر الداعم، وانا لا امثل اي داعم ولكن مجرد دردشه وتفكير بصوت عالي. اعتقد انه انا كداعم راح اطلع هيكون عم اطلع ناطر استجابه غير تقليديه، عم اطلع ليكون في جسم تنسيقي واحد، خاصه فيما يتعلق مش بس بتنسيق المساعدات ولكن بتحمل المسؤولية والريسك، لأنه أي داعم بده يقدم مبلغ من المال بالنهاية هو محاسب أمام البرلمان عنده، أي دولة محاسبة أمام البرلمان. لما يجي تقارير يذكر فيها والله هيئة تحرير الشام ولا حكومة الإنقاذ تأخذ 40% من المساعدات، ولا كأخي لا خلينا نروح ننفذ عن طريق النظام اللي هو بياخذ 50% وجه الطائرات اللي للنظام. أنا عارف إنه بالنهاية دولة منع على قائمة الإرهاب، لأنه على الأرض أعتقد كل المنظمات اللي على الأرض عم بتشوف شو عم يصير حاليا. فالميتيجيشن أوف ريسك إن كل الدول عم تدفع فيه بالنهاية رح توقع على رأس المنظمات. أخونا كان عم يحكي قبل شوي من الكويت، قال ماذا بعد؟ يعني الآن في فلوس كثير صح، بس ماذا بعد؟ يعني بعد 12 سنة من الأزمة شو صار؟ بعد الخيمة مكان الخيمة وبعد الاستجابة تقليدية. أوروبا تزح تحت ضغط هائل حرب روسيا في أوكرانيا، إجت الأزمة السورية التركية، الزلزال فلوسها رح تجي، بس بعدين بالنهاية دكتور أنت موجود ببريطانيا وشايف الاقتصاد، ما في غرض تنزل تشتري اليوم نفس السعر بكرة، يعني التراد رهيب 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 بالأسعار. فبالنهاية ما رح دفعت لك الآن وبعدين خلص بدأت تشوف حالها. فأعتقد الآن هو الأنسب وضع للاستفادة من تشكيل جسم واحد إنساني يرسق الاستجابة، يمارس ضغط على حكومات أو على سلطات الأمر الواقع. بالإضافة قد يكون هذه مش وقتها ولا مناسبة، ولكن الانطلاق من العمل الإنساني لتوحيد الرؤية السياسية يعني بين حكومتين، حكومة إنقاذ وحكومة مؤقتة، أعتقد الفرصة لنا. وشكرا بعتز إذا أطلت. شكرا شكرا. دكتور ياسر، ياسر مع الراوي. تكفو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ واضح واضح. عندنا مشكلة بالإنترنت لأنه كمان
طيب الله يجزيكم الخير. أنا ما رح أطول كثير، بس حابب أأكد إنه نحن يمكن هذا الاجتماع الثاني الآن في المنتدى، وصار في عدة اجتماعات مشاركة توصيات كانت كلها مهمة، وأكيد يعني بتنبه لكثير من الأمور، لكن عم نخشى أحيانا إنه كثرة الاجتماعات وكثرة التوصيات خلينا في نفس المربع اللي نحن فيه، فنحن نحتاج فعلا ننتقل للخطوات العملية. ممكن من الصعب انه نحن نتفق على خطوه عمليه بوجود اعداد كبيره من الحضور او بوجود ربما حتى اطراف اخرين غير حاضرين. فالنقطه العمليه اللي بحكي فيها اذا كان نحن طبعا في عندنا منصات مش شبكات اخرى قد تكون هي تتقاطع مع الفكره اللي بيحكوها الشباب. اخر شيء موضوع الاتحاد، فكان نحن بنقدر اذا ناخذ خطوه عمليه بانه يكون في فريق من كل منصه، سواء رابطة الشبكات او حتى تحالف المنظمات او منبر الجمعيه السوريه او المنتدى الانساني اللي نحن الان مجتمعين فيه، فانه يكون في فريق مصغر ويقعد هاي الفرق ما بين بعضها من كل منصه ويتفقوا على اليه عمل موحده، تكون هي الازمه ربما هي يعني اداه محركه وتكون يعني نقول هي يعني منحة في قلب هي المحنة الكبيرة اللي نحن عم نعدي فيها. فهذه الخطوة الأولى إنه نحن نطلع الخطوة الآن من الاجتماع والتوصيات إلى خطوة عملية، وهي الخطوة ربما تكون من خلال فرق مصغرة تمثلنا جميعا، لأنه من الصعب جدا إنه نشارك نحن جميعا في تكوين مبادرة ولو كانت واحدة. النقطة الثانية أنا بدي أقول إنه نحن في عنا أكثر مستوى بحاجة إنه نسق من خلاله، وبرجع بقول مش التنسيق على مستوى المنظمات، التنسيق ان كان على مستوى الروابط والمنصات بيكون اجدى واسرع. النقاط هي اللي نحن بحاجه نحن فعلا نسق لها، اول شيء هي موضوع تنسيق الاحتياج وتنسيق تقديم المساعدات اللي حكوا عليه الاخوه. نحن دائما نعتمد على الاوتشا وعلى موضوع الكلاسترات، فبحاجه فعلا يكون في يعني ميكانيزم واضحه سوريه او على الاقل محليه خلينا نقول نسق لهذا الامر. النقطة الثانية المناصرة هي على مستويين، المناصرة للسوريين داخل تركيا أولا اللي باحتياجاتهم الإنسانية مثل ما تفضلت الأستاذة، فعلا نحن الآن عم نستجيب داخل تركيا للسوريين، الوضع جدا 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 كارثي يعني ما بيجيش السوريين أبدا، وبالعكس أيضا في مرتاح وفي موجة احتقان شديدة جدا، حتى الآن اللي عم يطلعوا بوزن مساعدات من شبابنا وبعض المنظمات عم يتعرضوا ل يعني مضايقات وصعوبات. فالمناصرة النقطة الثانية المناصرة للسوريين داخل تركيا كاحتياجاتهم الإنسانية على الأقل، إذا ما حكيت بأشياء أخرى. النقطة الثالثة المناصرة العامة اللي عم بحكي عليها سؤال أمام المجتمع الدولي، وأنا ما بشوف إنه المناصرة تكون هي بستيتمنت أبدا، ما عاد حدا يسمع الستيتمنت إذا ما كنا متواردين بخطوات ثانية أقوى. هي رح تكون لازم نكون نشتغل على شيء أكبر، استراتيجية أكبر من إنه مجرد ستيتمنت نوقع عليها كلياتنا ونسلمها لفلان أو لا. ولو كان مهما كان مستوى الموقعين او مهما كان مستوى المستلمين لهي الستيتمنت. فالمناصره الدوليه بحاجه ربما لعده اشياء ممكن برجع بقول تشتغل عليها المنصات كلها مع بعض، ولازم نفوض فرق برجع بقول مره ثانيه انه نعطي هذا القرار. النقطه الاخيره هي لازم فعلا يكون في عندنا شيء شبيه باللي عم بتعمله الاوتشا لسوريا الاتش ار بي، لازم يكون عندنا خطه استراتيجيه نحن نحدد اولوياتها. ربما اذا اجتمعت هاي الفرق هاي الشبكات انه تقدر تحط عملة فعلا هي الغرفة أو غرفة التنسيق المشتركة، تكون الخطوة القادمة فعلا إنه نحن يكون في عندنا خطة استراتيجية مشتركة بين كل الأطراف السورية اللي عم تشتغل على الأرض، تحدد أولوياتها مش بس على احتياجات عاجلة، لا على احتياجات بعيدة المدى أيضا. فحبيت هيك بس أكد إنه يكون في خطوة عملية ويكون في تركيز على هي النقاط اللي هي نوعا ما استراتيجية أكثر. وفعلا نحن نكون يعني الان الحاضرين نطلع في الشبكات الموجودين فيها والمنصات الموجودين فيها، لنحاول ايضا نشتغل على يعني هي النقاط وجزء منها. الله يعطيكم العافيه. جزاكم الله خيرا. هل في اي تدخلات ثانيه ولا نبتدي بقى نقول ماذا بعد؟ عشان بس نلخص النقاط. طيب. السلام عليكم يا دكتور، ممكن ملاحظه؟ تفضل. انت اخر واحد ان شاء الله. تفضل. دكتور بس جمله ملاحظات سريعه على ما يعني سمعناه قبل قليل. النقطه الاولى لازم المعلومات لما يعني نحكيها لازم نكون متاكدين فيها وعندنا فيها ايفيدنس. لانه انا مشاهداتي وانا موجود هنا وعندنا فريق كبير هون، يعني في حقيقه بعض المعلومات غير صحيحه او غير دقيقه.
يعني الحقيقه شفت انا امثله هنا، زرت الاماكن المختلفه، يعني السبورت والدعم لكثير يعني من اهلنا واخواننا السوريين في الجنوب يعني اكسترا اوردينري. لكن في امثله، في اكزامبلز بدنا يعني نشتغل عليها، لكن هذه المعلومه. المعلومه الثانيه، حتى فيما يخص الامم المتحده لازم يكون عندنا معلومات صحيحه ودقيقه بحيث نستطيع احنا تشالنج سواء الامم المتحده او غيرها. النقطة الثالثة دكتور هاني، يعني احنا انا امل انه نطلع بجملة توصيات بدون اسماء في النهاية، جملة توصيات لو طلعنا به، واذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. جملة من التوصيات، 1 2 3، في مجال المناصرة، في مجال التنسيق، في مجال الإعانة، في مجال مساعدة بعضنا للبعض، في يعني لو خرجنا ب 6 إلى 7 نقاط، واذا وصلوا 10 بيكونوا تو ماتش كما نقول. ويخرج من هذا الاجتماع الطيب المبارك ستيتمنت انه اجتمعت هذه المؤسسات وعندها مجموعه من المقترحات، ونخرج برسائل. يعني احنا في ممكن في موضوع المناصره نخرج بورقتين او رسالتين على الاقل، ممكن نكتب للامم المتحده وممكن نكتب للاعلام الخارجي، واحنا ممكن نشتغل عليها بحيث نستطيع من عنده علاقه جيده معنا وهناك. أظن كل واحد من الموجودين بسم الله ما شاء الله عنده علاقة بطريقة أو بأخرى مع المؤسسات المختلفة. الأخت جمانة ذكرت نقطة في غاية الأهمية، وهي موضوع أنه المؤسسات الداعمة عليها دور كبير في دعم ومساعدة العاملين في العمل الذين يعني تأثروا كثيرا. لكن هذا كما تعلمون سيأخذ وقت، لكن هذا يحتاج ايضا رساله مشتركه من كل المؤسسات التي تلقى دعم من المؤسسات الاخرى، لانه الان انا وجدت امثله في زياراتي لغازي عبدال انهم بداوا يعني موظفينهم على الاقل يعطوهم بعض الدعم وبعض المساعده وما الى ذلك. طبعا احنا موظفينا كلهم ما شاء الله عندهم شركات ومؤسسات عندها شركات مع هذه المؤسسات، فممكن ايضا ان تخرج رساله يوقع عليها السي اي اوز او الكونتري دايركتورز بهذا الحد وهذا المستوى، على الاقل نسمع صوتنا انه نحن نريد هذه الاشياء. لكن حتى يحصل هذا، لانه كما تعلم يا دكتور والحاضرين ايضا انه هذا سياخذ وقت، كلهم هذول عندهم بيروقراسي وعندهم كذا. احنا محتاجين انه احنا يكون عندنا بعض الحلول العمليه يعني الفقهيه، ماذا نستطيع ان نقدم لبعضنا البعض. ما يعني الدكتور عارف بارك الله فيه قال عندنا مكان كذا، واحنا كمان في غازي عنتاب عندنا طابق كامل ممكن يكون موجود لاي مؤسسه خاصه اخواننا في بنفسج او اي مؤسسه اخرى، يمكن من الغد عندنا ويكون جزء من عملنا ويسع بعضنا بعض. لذلك حتى لكن تخرج رساله ونضغط كلنا بصوت واحد بكلمه واحده. الان الحقيقه انا ممارساتي، وهذه اخر نقطه، احنا كثير من 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 اهدافنا، كثير من نقاطنا خلال العشر سنوات ما قدرنا نحققها يا جماعه الخير، لانه احنا مش متوحدين. كلمتنا مش واحده. لما نروح نجلس مع، انا بجلس مع مؤسسه بحاول اعمل فيها 1 2 3، بيجد غيري جاي من وراء الباب وكلهم ما دام هذول منهم 5% نحن ناخذ 1% للادمن. هذه امثله حقيقيه وعليها ادله. هذا بعتبره من الباست. هذا اللي احنا وصلنا مرحله الان ديزاستر افتر ديزاستر. بتحكم على الاقل انه في هناك على الاقل جمله من الاشياء نقف معا ونسمع صوتنا للجميع. يجب ان لا نكون دريفن باي ذا دونيشن اند فاندنج. دونيشن احنا لا، الان الحقيقه تقول اننا يجب ان نكون مدفوعين بالحاجه بالحقيقه بالوحده ومدفوعين بما نؤمن به جميعا. وهذا ما نريد ان نرفع صوتنا عاليا للحكومات الغربيه، للامم المتحده، للمؤسسات الدوليه الموجوده في هذا البلد ولغيرها من المؤسسات. وانا في النهايه اقول طبعا نشكر احنا تركيا رئيسا وحكومه وشعبا. انا شفت امثله هون في الجنوب، العائلات كيف احتضنوا اخواننا واهلنا في سوريا. الان في هذه اهلنا السوريين، طبعا العدد هائل ومصيبه كبيره، لكن شفنا امثله رائعه. نشكرهم، تحملوا كل المصاعب وتحملوا، ومصابنا واحد لكن امالنا واحده، وباذن الله الله سبحانه وتعالى يرفع الهم والغم ويفرج الكرب. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. في الامام يا دكتور، في السياره، في الكتاب، في اي شيء احنا ممكن ان نساهم
بما ترونه مناسبا ونقوم ضمن اي لجنه تشكل لاعداد بعض الاشياء. وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير دكتور عثمان. الآن نبدأ بقى عشان خلاص ماذا بعد بقى؟ إذا النقط بتركز على ثلاث محاور. حنقول هديك الدكتور تعال عاد جنبي اقعد هناك الصوت. أنا بس حار الحاجات وأنت ما خلصت. هات كرسيك هات كرسيك. يعني بس هقول بعض النقاط وانت تلخص يا اخي. تمام لا خلاص هو جنبي مشكله ترجع ثاني. النقاط الكل اجمع على التنسيق سواء بانشاء منصه جديده محمد بس هنقول الحاجات دي عشان ناكد الكلام فيها او عن التنسيق ما بين الشبكات الموجوده او عمل اتحاد جديد. ده التنسيق. الكل اجمع على انواع مختلفه من المناصره سواء كان مناصرة لفصيل معين يعني لشعب معين او المفصل ايه المناصرة العامة على الامم المتحدة والجهات المانحة. الكل اجمع على اللي هو فيه كمية من الاهدار دلوقتي. اهدار تجنب الاهدار الاستثمار الامثل للموارد. الاستثمار بمسؤولية للموارد. الكل اجمع على ان في اكتر من جانب للايواء عشان ننظر للايواء ده وان الفزعه اللي موجوده دي ستختفي في خلال اسبوع او اسبوعين لان حاليا اوروبا ومن بعدها امريكا بداوا يرجعوا الاولويه لاوكرانيا لان اوكرانيا بالنسبه لاوروبا وامريكا امن قومي عشان بس كنا احنا واضحين الموضوع. الكل اجمع على ان احنا لابد نضغط على المانح ونقول له لا في يعني مش كل منحة بتجيلنا نقبلها فده يكون ايه في المناصرة يعني الإصرار على تبني المانح لأولويات الأرض. ايوه تفضل. تمام طبعا شبكة نير وضعت بعض الحلول اللي هو ايه الدعم ده يبقى جزاهم حاجة ممكن ندعم شبكة نير علشان ايه نقوي دعمهم لنا في المستقبل. دعم الكوادر المتضررة. الكل يعني او بعض الناس اجمعوا على لابد ان يكون لنا رؤيه استراتيجيه ما يبقاش العمل كده جزافي انفعالي الى اخره. خلاص بقى كفايه يعني كفايه اللي حصل لنا بناء على الموقع الجغرافي. ايه تاني يا ربي؟ اعتقد في اربع او خمس نقاط اخونا عثمان اتكلم على ايه على الجديد فيها. يعني جملة من التوصيات وضحت المعالم. تفضل انت بلخص نقطة دي عشان تحول لأي ورقة عملية. تمام على جنب كده بقى مسموع صوت. تمام الجانب الإداري أخذنا منه التنسيق فيما يخص إدارة الأزمة. أخذنا فقط التنسيق كجزء مثل غرفة العمليات. المناصرة كانت لنقطتين. النقطة الأولى في المناصرة كانت لزيادة الموارد بناء على احتياج الأرض الميدان بشكل حقيقي وبرؤية أكثر استراتيجية طويلة المدى فيما يخص الموارد المتاحة. الجزء الثالث كان من المناصرة هو دعم الكوادر المتضررة والمؤسسات المتضررة لتستطيع العودة العمل في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. الجزء الأخير اللي أعتقد أنه نحن لازم نحكي فيه ما هو دورنا فيما يخص تركيا. كيف سنعمل مع الجانب التركي كمجموعات راح تستجيب للمجتمع المضاف والمجتمع المضيف في هذه النقطة. فإذا بدكم تضيفوا أي نقطة ممكن نحطها. تفضل. في حد من الشباب عايز يقول ما هي الدور اللي ممكن نكون به مع المجتمع التركي سواء كان اللي هم الشعب التركي المصاب؟ لان خلينا اتكلم كلمه بعد ما زرت هاتاي. وهاتاي تعتبر من اكثر الاماكن ضررا هي وجزء من غزه. يعني تم مش فاكر ان اسم جزء ايه ما مزدحمه يا اخو بالكم. والثالث اللي هو كاميرا
كرمان مرعش. كل ما أخشى يا شباب إن الزلزال ده في كثير من الدول اللي ماشي بقوة تركيا قد يزيح الدولة أو قد يقضي والعياذ بالله على الدولة نفسها. الدولة التركية مازالت بتقا يعني بجزاهم الله خير يعني واقفين صلب، لأنهم عندهم 5 مليون لاجئ بيستضيفوهم قبل الزلزال، وأصبح دلوقتي عندهم ما لا يقل عن 20 مليون متضرر، منهم على الأقل 1.5 مليون متضرر سوري و 18 مليون متضرر تركي، زائد في انتخابات، زائد في أزمة اقتصادية قبل الزلزال. والكلام اللي كان فيه أخونا محمد قبل كده عن الناتج القومي، نسبة الناتج القومي للاقتصاد من هذه المنطقة في تركيا اللي تعتبر حوالي 10% أو 9%. عين تاب تكون الدولة المحافظة الرابعة بالنسبة للتصدير، وهي تصدر بحدود 10 مليار دولار. هاتاي تعتبر العاشرة بالنسبة للتصدير. المجموع ما بين المنطقة من أصل 221 مليار هي تصدر 17 مليار دولار، وهذا نحسب عليه التغير على الفاليو تشين الكاملة فيما يخص من الرو ماتيريال باتجاه التوظيف والإنتاج والقطاعات الداعمة الأخرى، إيش قد راح يكون تأثيره وإيش قد مطلوب سرعة الاستجابة للتعافي له بسرعة كخطوة يبنى عليها لتعافي باقي القطاعات، يبنى عليها وردك البطالة أو العطالة اللي حتصيب عشرات الآلاف من المواطنين سواء كانوا السوريين اللي بيشتغلوا في تركيا أو الأتراك لما أكتر. فدي النقاط اللي هنتكلم عنها. فلو عندكم أي اقتراح، أنت كنت بتكلم عن أي نقطة بالضبط الاقتراح بتاعك عشان يفصل فيها؟ تمام. الدور تبعنا كمؤسسات مستجيبة كيف راح يكون دورنا، شو الصيغة الإدارية اللي راح نقوم فيها مع الجهات الرسمية التركية ومع المجتمعات داخل تركيا؟ إن شاء الله. تفضل تفضل دكتور خلايبة. الله يسلمك يا رب. طبعا موضوع المناصرة هو يتم على قدر وساق في عدة شبكات سورية رابطة بالإسن إيه وكذا، موضوع التواصل مع المجتمع الحوالي يتم يعني بشكل جيد ويومي أما إذا خرجنا هذه الاجتماعات بما يسمى مثلا غرفة العمليات الرئيسية لتنسيق زلزال سوريا، وهي غرفة تدير عمليات وتنسق العمليات في الداخل السوري، فيكون هذا برأيي إنجاز كبير جدا جدا. تجمع أهم المنظمات الموجودة ولا تشتغل على الأرض، فهذا يكون أكبر إنجاز برأيي ممكن يكون ناتج عن الاجتماعات. شكرا. مين تاني يا شباب عشان بس نحوصل في الأربع أو الخمس نقاط؟ أرنهم الأربع نقاط مرة أخرى. تمام. تفضل. ألو. لا لا أنا ما كلمتش. ها؟ دكتور عارف بس يشيل إيده. بس أنا أضيف شطر كلام أخوي قتيبة، أن خلية التنسيق تكون على مستوى خلية التنسيق من دراء برامج في مناطق الداخل. هذا الكلام هذا مستوى الإدارة بالضبط، ما يكون على مستوى الإدارة. لا 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 دكتور عارف في الداخل المنطقة الداخل يكون تمام. أتفق معك تماما. تمام. الجانب الإداري أخذنا منه التنسيق من خلال إنشاء غرفة عمليات تقنية تستجيب وفق القطاعات على مستوى مدراء البرامج التقنيين. الجزء الثاني إعطاء الأولوية للقطاعات على المستوى الجغرافي التي تساعد القطاعات الأخرى والمناطق الجغرافية في إعادة التعافي. هذول النقطتين فيما يخص الجانب الإداري. فيما يخص المناصرة، زيادة الدعم سواء لسوريا ولتركيا، دعم المؤسسات المتضررة من الزلزال للتعافي، اعتماد المواد القادمة من أرض من الأرض هي الأولوية لبرامج التمويل. يعني الاحتياجات التي تحدد من العاملين على الأرض المحلية هي الأولوية للتمويل. يعني بصراحة يا أخواننا مسؤول المؤسسات نتعلم كيف نقول لا أو نقول غيروا وجهة الدعم بتاعكم لنا. واضح واضح النقطة دي. تمام. بقي آخر شيء فيما يخص تركيا، هل تحبون نعمل مجموعة ارتباط؟ طبعا. تخص
المساعدة في عملية الاستجابة وترتبط مع الحكومة والجهات المستجيبة واللي هي تقوم تنسق معهم؟ أستاذ عثمان، في مجموعة اسمها مناصرون كوقع تضم أهم العاملين في العمل الإنساني على سوريا على مستوى العالم، يعني كلها في بيمثلها بالسريري أتوقع شخص من عندكم أظن يعرض أو كذا موجودة يعني. هذه المجموعة تضم كل العاملين الإنسانيين في تركيا، في بريطانيا، في أمريكا، في أوروبا، في كذا، فهذه ممكن وضيف حضرتك عليها يعني بس قوية جدا. هل المناصرون هنا هتتكفل بالتواصل مع الدولة التركية؟ فيها والله التواصل مع الدولة التركية بالعادة أقوى جهة هي منبر جمعيات السوريين. نعم، هذا احنا بنتكلم فيه دلوقتي. موجودين في مناصرون. المنبر نعم هو أقوى جهة التواصل وعنده علاقات جيدة مباشرة مع المنبر تقوم بمناصرون. طيب، يبقى جهة التواصل مع ممكن دكتور هاني أيضا التنسيق، لأنه زي ما ذكر الدكتور قتيبة نعم في موجود بعض، يعني ممكن أن يحصل هناك أيضا بعد التنسيق حتى الجهود تكون مع بعض. وأخ قتيبة أي دور إحنا بنقدر يعني نساهم فيه نكون فيه ما عندنا مشكلة إن شاء الله. تمام. عن حصر. طب أنتوا عايزين تعملوا أي ستيتمنت من اللقاء ده؟ أي بيان؟ نعم صراحة. طيب. عناصر البيان دي تكون ايه؟ بس عناصر احنا خلصنا، احنا حطينا النقط. طب ما هي العناصر البيان اللي انتوا عايزينها؟ اكتب ايه اللي بالصفحه هذا ممكن يكون المقدمه هي الاخيره. طيب، عناصر البيان، اول عنصر اللي هو ايه يا اخت جمانة؟ احتساب الارقام الاحصائيات. انا اعتقد انه اكثر شيء هي زياده الوصول للمجموعات المتضرر لمواد حفظ الحياة بالمرحلة الأولى. هكذا ابن عشان الناس زيادة الوصول المجتمعات لمواد حفظ الحياة سواء بتركيا أو بسوريا، والاستجابة تكون على مستوى المجتمع وليس على مستوى الأفراد. اكتب عندك. تمام. اكتب. المأوى 2-3. ياسر من ياسر وفاي. لا ياسر شحال. طيب. تفضل أخي ياسر. أنا بس بقول إن لو إحنا عملنا بيان. عايز نحط فيه كذا نقطة. ما هي النقاط؟ عندي فكرة انه اذا بنعمل بيان يكون في بيان موجه للشارع التركي او للدولة التركية يعني بيان تضامن غير البيان اللي نحن. طيب في 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 بيانين، بيان التضامن مع الشارع التركي وبيان اللي احنا عايزين متطلبات لمساعدة النازحين في تركيا وفي سوريا. طيب في بيانين تماما، يا ريت يتم هذا الامر عن طريق غرفة مناصرون الدكتور. مشكلة. طيب. أعتقد راح تكون رسالة كبيرة للشارع التركي. حاضر. خاصة للشارع التركي. طيب إيه متطلبات نقط أخرى غير نقطة أمانين في البيان اللي إحنا نطلعه؟ أول نقطة فيها. زيادة الوصول المجتمعات المستفيدة للمواد الحافظة للحياة. الشيلتر، المواد الغذائية والطبية. بالإضافة لهذه الاستجابة تكون على مستوى المجتمعات منا فيما يخص البنى التحتية المتعلقة بالصحة والمياه والإصحاح والتعليم والنقل وسبل العيش. النقطة الثانية حطينا أنه إبراز أهمية سرعة التعافي لمناطق جنوب تركيا كصلة أساسية فيما يدعم سرعة التعافي في مناطق شرق في مناطق شمال سوريا. يبقى احنا عارفين في بيانين، بيان تضامن مع الازمه الزلزال في تركيا مع الشعب التركي مع حكومه تركيا، وبيان اخر اللي احنا بنتكلم عليه حطينا في ثلاث نقاط. هل في نقاط اخرى عايزين نضعها في البيان الثاني من الجالسين؟ هل في نقاط اخرى يا شباب؟ في نقطه، طالما في اعداد كبيره نزلت من سوريا لامريكا التركيه لسوريا، ادعم انشاء مراكز ايواء او انشاء مخيمات سريعه للمتضررين، وهلا جاي ناس كثير يعني لدخل اعداد ضخمه، فاعتقد احتياج الايواء والاحتياج الصحه كان باي كلينك او نشاط ميداني كثير مهم للشمال السوري. الشمال نقطه ثانيه، في حد كان بيكلم مش عارف مين عشان نحط نقطه. ياسر وفاء تفضل. يا ياسر. انا دكتور ياسر. ياسر دكتور، انا ما نقطتي التي ذكرتها في البداية، ما أن نضمن في البيان رسالة ودعم للقبعات البيضاء
هيئة تبون في الشمال السوري الكل يشعر بانتمام هؤلاء الناس. حتى في عبارة بدأت تتداول أنه القبعات البيت موجودة حيث الكل غائب. وهن الآن يعني تحت المطرقة وفي الصراع. فأنا أنا ضمن البيان شكر ودعم وتعزيز الثقة بالقبعات البيضاء حتى يشعر أن إخوانهم مناصين لهم ويسموا بالإثم. نعم. شكرا. شكر العاملين وتسمية القبعات البيضاء. طيب هل في أي نقاط أخرى في البيان العام اللي هو اللي طلعه بالإضافة للبيان اللي هو التعزية والإشادة بمفعلات الحكومة التركية في تركيا؟ لا بصراحة الأرقام لا ذكر الأرقام هم لأنه في ضياع لعدد المتضررين من السوريين داخل تركيا. يعني ما في معرفة الأفراد عند الشعب التركي قديش في ناس متضررين من السوريين حقيقة ضاعوا حقوقهم وسط شدة الكارثة الكبرى. يعني ليش الناس هاجرت لسوريا؟ ليش السوريين نزلوا لسوريا؟ لأنه ببساطة ما لقوا أي هون مساعدة. نزلوا لسوريا لأنه ما لقوا أي مساعدة هون فاضطروا إنه ينزلوا لسوريا مرة أخرى. فنزلوا مرغمين لأنه لم يعد لديهم أي خيار. أعتقد النقطة تبع دكتور عبد الرحمن كمان تلتقي مع النقطة الأخرى إنه عملية الاستجابة تبع الزلزال هي مو عملية إقصاء للمتضررين ما قبل الزلزال. صح. دي مهمة جدا. إنه تجنب إقصاء المتضررين ما قبل الصرصار. الزلزال. طيب يا شباب في أي نقاط أخرى نضعها كرؤوس أقلام في البيان عشان قبل أن نبعث لكم المسواد ده؟ دعوة المانحين يعني هي رسالة أنا لكل المؤسسات بالكويت بصراحة. نعم ما في مشكلة. دعوة السلطات التركية لتسهيل عمل المنظمات في تركيا وخصوصا في التعامل مع العوائل السورية وتتبعهم وتسجيلهم وتقديم المعونة لهم. طيب ما حكينا كثير احنا مش هنطلع البيان الا ما هنعدي عليكم كلكم. أنا هحطه على جروب مناصر وكمان اللي عايز هروح بس في نقطة تانية يا أخت جمانة واللي عايز يعدل فيه هنسمع كلامه ونعدل فيه لأن احنا دايما من 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 أعوذ بالله من الشيطان من الخبرة اللي اكتسبها اللي كتبها الناس في الغرب إنهم عشان يجمعوا الناس على شيء هم متفقين عليه مش على شيء هم بيتقدموا به. فبالتالي كل الكلام اللي كتبه أخونا محمد نجم واللي قلت أختنا جمانة واللي قاله ياسر واللي قاله أخونا عارف وكلكم سيوضع علشان يراجع مرة واثنين وثلاثة مش مهم الأبان إنه أتأخر بس المهم نطلع وكلنا نتبناه ولا نشره والتبني عن النشر. في أي نقطة ثانية يا أخوانا عايزين تقولوا بيها وتقولوا بيها قبل ما نقفل اللي كوادر مكتوبة؟ نعم. ها شباب جزاكم الله في اقول جزاكم الله خير ونمشي ولا في حاجه ثانيه؟ جزاكم الله خير ونمشي. طيب اكرمكم الله واخلف الله عليكم يا اخواننا حجم الكارثه لن يتبين لنا قد يكون قبل شهر كذلك حتى ما كان مكلم مع كارثه كبيره في تركيا حتى نرى كم من الشهداء تحت الركام يعني الان لم يتحدد بعد. وإن كنا نخرج يعني رجل حي أو طفل حي أو امرأة حية من تحت الركام بعد 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10 أيام إلا أنها الحجم لم يحدد بعد والأسف يعني قد يكون الحجم المادي لهذه الكارثة على الدولة التركية يعدي 100 مليار دولار ده 100 مليار دولار ده في بس البنية التحتية لكن غير التكلفة الأخرى اللي هو ضرب الاقتصاد اللي موجود داخلنا فما بال حجم الدمار اللي موجود في الداخل السوري والاقتصاد اللي اتضرب في الداخل السوري اللي هو اصلا ضعيف او يكاد يكون في بعض الاماكن يعني هش او مش موجود. فلذلك القضيه هذه تحتاج زي ما اخونا عبد الرحمن قال وكلكم قلتم تحتاج الى تكاتف والذي لا يتكاتف فهو آثم. آسم خلاص ما عندناش فلوس والناس بتموت ما عندناش فلوس المجتمعات بتتدمر سواء كانت في دولة قوية أو في منطقة زي مثلا في الداخل السوري حكومة ضعيفة ومجتمع ضعيف ومع ذلك بيعملوا. ف
فالذي لا ينسق هو آثم، وسنحاسبه في المجتمع، والمجتمع يحاسبه، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم الدين. فهذا وقت ليس للتسابق ولا للتفاخر ولا للاعتزاز بالمجتمع، قصدي بالجمعية. الجمعية ما هي إلا أداء، ونحن موظفون في هذه الجمعيات خدم لمن كانوا من الفقراء ومن ماتوا شهداء ومن أصبحوا أيتام وأرامل ومنازحين ولاجئين. اوعى تحذروا انكم او اننا نعتبر انفسنا يعني مقدمين لهؤلاء الناس. نحن نؤجر من اموال هؤلاء. فلذلك آثم ثم آثم ثم آثم ثم آثمة من لا ينسق، ومن لا يقلل في النفقات، ومن لا يستمع لحاجة المجتمع، المساعدات التي تأتي فردا من المانح دون معرفة الواقع الحقيقي للحاجة المجتمعية هي مساعدات مهدرة، زي ما احنا ايه اتكلمتوا فيها كلكم من الداخل السوري وحتى في تركيا الدولة القوية، هي مساعدات نهدر اموالها عشان ناخد صورة فيها ونوديها للمانح، والمانح يقول لنا شو جزاكم الله خير ويقعد يعيط، بعد ما يعيط بتنسى القضية، وقضية الزلزال هتختفي يا اخواني، هتختفي في خلال ايام او اسابيع. ليه؟ لان في قضايا اخرى هتطلع، وفي قضايا هم عايزين يسيسوها عشان تغطي على قضية الزلزال بحسابات اخرى. فلذلك لابد ان نقتصد بقدر الامكان في عدم الاهدار. عدم الاهدار اسم، عدم الاهدار مثل الاهدار مش عدم الاهدار بس بقدر. الاهدار اسم، الاهدار اسم، والاهدار مش في المال بس، الاهدار في الجهد، والاهدار في الموارد، والاهدار في هيومن ريسورس لان ما بنقعدهم ما بيعملوش حاجه، والاهدار في الفكر، والاهدار في عدم التنسيق، والخروج على واحد الصف اهدار. لا دي انت سو بالراحه بس بالراحه خبرك هوني على نفسك ان شاء الله. فلذلك الاثم الا نثق، والاثم الا نهدر، ان نهدر. والله كلنا جميعا سواء هنا او من يستمع لنا سنقف امام الله سبحانه وتعالى نشهد على هؤلاء الذين اهدروا الاموال. في ناس يعني في العائلات، نتكلم في بعض الناس في أنطاكيا، عائلات في ناس عاملين ماتوا من العاملين، لكن أهالي العاملين دول في منهم مئات ماتوا، وغيرنا 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 وغيرنا. فلذلك أتوسل إليكم ألا تجعلوا موقفكم أمام الله عظيم في عدم التنسيق، ألا تجعلوا موقفكم أمام الله عظيم في عدم التنسيق والمتراب حقوق هؤلاء المساكين. وجزاكم الله خيرا، وان شاء الله جزاكم الله دكتور محمد ان شاء الله، وتزورنا خمس ست نقاط دول عشان ابعتهم الناس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. recording بعد ما نخلصها يلا بس بنزل على مناصرهم بتشوفوها.